السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنكمل المحاضرة بتاعت المرة اللي فاتت. انا ما رضيتش اشرحها لكم كلها مرة واحدة علشان ما تبقاش تقيلة عليكم، ما يبقاش الفيديو طويل، وانا عارفة موضوع ان الفيديو يبقى طويل دوت بيبقى عامل مشكلة لينا كلنا. وكمان انا كان ورايا مد، ف مع يعني ما عرفتش اسجل المحاضرة كلها مرة واحدة يعني. تعالى نراجع مع بعض كده الجزء اللي احنا شرحناه، ونخش النهاردة في الجزء الجديد اللي احنا سبناه. احنا حاطين السلايدين دول اللي احنا قلنا دول العناوين اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا اتكلمنا على سيكريتوري فانكشن اوف ذا ستومك، اتكلمنا على اتش سي ال سيكريشن والجاستريك انزيمز اللي بسينوجين واجيناتينيز، وكنا على انترنس فاكتور، وكنا على الميوكوس. فاضلنا بس اخر عنوان في السيكريتوري فانكشن اللي هو الايه، الفيز اوف جاستريك سيكريشن. وان شاء الله برضو هنتكلم عن الموتور فانكشن اوف ذا ستومك، وهنتكلم على العنوانين الصغيره عندنا اللي هو الجسر الميكوس البري والبيبتيك ارسر. مراجعه بسيطه بس كده اللي احنا قلناه. احنا اتكلمنا على سيكريتوري فانكشن اوف ذا ستومك، وقلنا ان المعده مسؤوله انها تطلع افرازات اللي هي الجاستريك سكريشن عن طريق جاستر جلاندز بريزنت ان ذا جاستريك ميكوزا. وقلنا على اجزاء المعده المختلفه، وكل جزء من المعده مسؤول ان هو يفرز ايه. قلنا مثلا عندك الفندس والبادي فيهم اربعه سيل، وقلنا ان الاربعه سيل دول مهمين جدا، ان هم كل السيلز يعني كل المواد المختلفه دي كل واحده بتطلع ايه، ده مهم جدا. يعني ده يجي لك ام سي كيو مثلا يقول لك الاكزنتك او بريتال سيل دي بتطلع ايه، بتطلعك اتش سي ال انترنسيك فاكتور. فذاكرهم كويس جدا، واحنا ربطناهم ببعض المره اللي فاتت. قلنا ان البيبتيك سيل والبريتال سيل الاثنين موجودين مع بعض في نفس المكان، الفندس والبازي، علشان الاثنين محتاجين لبعض. الشيف سيل او بيبتيك سيل اللي بتطلع بيبسينوجين محتاجه البريتال اللي بتطلع اتش سي ال، عشان اتش سي ال ده بيعمل اكتيفيشن للبيبسينوجين. تمام، فالاتنين محتاجين بعض، فالاتنين بيبقوا موجودين مع بعض في نفس المكان. وقلنا الميوكوس تكسل دي موجوده في كل الاجزاء المختلفه من المعده وبتطلع الميوكوس، والانتيروكروبوفيل لايكس اللي بتطلع الهستامين، وقلنا ده مش من ضمن الكومبوننت بتاع الجاستريك سكريشن. تمام، بعد كده اتكلمنا على الميكانيزم، اتكلمنا على الجاستريك سكريشن الاول، قلنا الفوليوم بتاعه اللي هو 2 لتر بير داي، وقلنا هاي الاسيتيك والكونتينس بتاعته اللي عندي ميه، وحاجتين دايبين في الميه اورجانيك وان اورجانيك سبستانسز والاتش سي ال. وبعد كده دخلنا اتكلمنا على اتش سي ال سكريشن، وقلنا انه بيتكون عن طريق اكزنتك سيل، وعامله زي اكتيف بروسيس محتاجه طاقه، عشان كده انا عندي لارج نمبر اوف ميتوكوندريا بريزنت ان ذا اكزنتك سيل بتمثل 40% من السول فوليوم. وقلنا ازاي بينكون بسرعه كده، احنا قلنا ان انا عندي هيدروجين بتنزل ان هو الهيدروجين، يعني عايزه اخرجه لليومن عشان يتحد مع الكلورايد وكونك اتش سي ال. هيعدي ازاي من الرمينال بوردر؟ هيعدي عن طريق هيدروجين بوتاسيوم اي تي بيس بامب ان اكستشينج ويز بوتاسيوم. ده عباره عن برايمري اكتيف ترانسبورت ميكانيزم، عشان بيخرج الهيدروجين اجينست اتس كونسنتريشن جريدينت والبوتاسيوم اجينست اتس كونسنتريشن جريدينت. اللي احنا قلنا ان البوتاسيوم عالي جدا جوه السيل، وقلنا هو مين كاتايون في اي سيل. طب البوتاسيوم اللي انت تدخله ده يعمل ايه؟ سرعان ما هو رابيدلي ديفيوز تاني، بيبتدي ان هو يخرج من السيل باسيفلي داون اتس كونسنتريشن جريدينت عن طريق بوتاسيوم لومينال تشانل او لومينال بوتاسيوم تشانل موجوده على لومينال بورده، ابتدي ان هو يخرج تاني افيلابل. وقت ما انا احتاج اخرج هيدروجين يبقى انا عندي بوتاسيوم متوفر بره ادخله بداله. تمام، قلنا الهيدروجين ده احنا جبناه منين؟ جبناه من الميه، عملت بريك داون للميه لهيدروجين وي او اتش، والهيدروجين خلاص خرجناه. قلنا اتش تايب ما ينفعش اسيبه لان هو بيس قويه جدا، ما ينفعش اسيبها كده، ممكن تعلي لك البي اتش. مسكناها على طول في هيدروجين ثانيه، عملتها نيوترلايزد ومسكتها في اتش تانية. الاتش دي انت جبتها منين؟ جبتها من الاتش 2 سي او 3 كربونيك اسيد. كونت ازاي كربونيك اسيد ده؟ عن طريق اتحاد السي او 2 مع الميه اندر افكت اوف كربونيك انهيدريس انزيم. قلنا السي او 2 ده جايبينه من الميتابوليزم اوف ذا سيل، او جايبينه من البلاط بره عن طريق الديفيوجن. تمام، طيب البايكربونات اللي احنا كوناه دوت هيبتدي ان هو يخرج من السيل عن طريق البيزولاتر ميمبرين او البيزولاتر بوردر ان اكستشينج ويز كلورايد عن طريق كلورايد بايكربونات اكستشينجر. ده عباره عن سكندري اكتف ترانسبورت ميكانيزم، خرج البايكربونات داون اتس كونسنتريشن جريدينت، ودخل الكلورايد اجينست اتس كونسنتريشن جريدينت. بعد كده الكلورايد اللي دخل ده ان هو يخرج تاني باسيفلي ديفيوز فروم سيبريتد سيل تو ذا ليومن، لانه خارج داون اتس كونسنتريشن جريدينت عن طريق كلورايد ليومنال تشانل. تمام، واخر حاجه احنا اتكلمنا عليها الميه بتبتدي تحصل لها ديفيوجن في المصابلات باي اوزموسس، تروح تاني للومينر بوردر عشان ترطب في الجو، ميبقاش الاتش سي ال متراكم ويعمل لك ايه، هايل اسيدك. تمام، وقلنا ان البايكربونات دوت هو طبعا مشي في البلاط على الالكانات بتاعه البلاط، بسميها حاجه اسمها بوست برانز الالكالين تايد، دي حاجه تايد ترانزيت، حاجه مؤقته اللي سرعان بيجي بافرنج سيستم بافرنج سبستنس، بتزين تعمل ترجع الدم للبي اتش بتاعته الطبيعيه. تمام، فاحنا عندنا كل مليكول من اتش سي ال بيتكون قصاده 1 مليكول من بايكربونات بيخرج الدم ويعلي الالكانيتي. تمام تمام، بعد كده اتكلمنا على
الكنترول بتاعت ال HCL secretion عندي 3 stimulants وسكبناها في كلمة هاج اللي هو ال H الهستامين وال A استايلكولين وال G الكاسترين، وقلنا استايلكولين ده بيزود ال intracellular calcium والهستامين بيزود ال intracellular cyclic MB، والكاسترين ده بيشتغل بدايركت و اندايركت افكت، دايركت ان هو برضه بيزود ال intracellular calcium والاندايركت ان هو بيستيمولات الهستامين ريليز، وبالتالي برضه ايه الاستامين هيزود الانتروسيلولار سايكليك ام بي. ايه اللي هيحصل لما تزود الانتروسيلولار كالسيوم سايكليك ام بي جوه السيل؟ تبتدي تبتدي الحاجات ديت تروح تمسك في ريسبتورز جوه البارايتال سيل، وبالتالي يحصل ريليز لسكند ماسنجرز. السكند ماسنجرز دي تعمل ترانسفير للهيدروجين بوتاسيوم اي بيز بومب من الفيزيكلز اللي كانت موجوده فيها، وتروح تعمل لها انسيرت على الليمنال ممبرين او الليمنال بوردر عشان ابتدي ان انا اخرج هيدروجين واكون ايه اتش سي ال. تمام، وبالتالي كده عملت ايه؟ عملت ستيموليشن اتش سي ال سيكريشن. اما الانهبيتنج فاكتورز قلنا ان هم عباره عن 3 انهبيتورز اللي هم اللي سكبناها في بس البي البروستاجلاندين اي 2 ودي اللي بتقلل السايكليك ام بي والاي الاكسس اتش سي ال. لما انا بالاتش سي ال اتش سي ال بيعلى كتير جدا بتبتدي ان هو بيقلل البي اتش، لما توصل بي اتش اقل من 2 لا يبتدي ان هو يعمل انهبيشن لنفسه ويعمل حاجه اسمها اوتو ريجيليشن ويقلل الجاستريك سكريشن. والاس سوماتوستاتين ده بيشتغل بره كراين مانر، قلنا مش بيمشي في الدم لا بيطلع في الديش فلويد، اثر على السيل دايركت عن طريق ان هو يقلل برضه السايكليك ام بي او عن طريق ان هو يشتغل اندايركت وانهبت الجاسترين اند هيستامين ريليز. تمام، وكان اتكلمنا على فانكشن اوف جي سي ال وقلنا سكبناها في كلمه كذاب بس، الكي الكالز موست انجستد بكتيريا والدي ديسولفنج فود بارتكلز عشان يحولها لقايم، والاي اكتيفيشن اوف بيبسين بيبسين عشان انتو بيبسين، وكمان بيساعد البيبسين عشان يشتغل فبيبروفايدز ان اوبتيمم بي اتش فور بيبسين، والاي ابزوربشن بيساعد على ابزوربشن اوف كالسيوم اند اير ويستيمليت باير فلو اند بانكرياتيك سكريشن. ما تنساش كذاب بس. بعد كده اتكلمنا على جاستريك انزيمز بيبسينوجين وجيلاتينيز. ايه البيبسينوجين؟ قلنا هو بيطلع اصلا من البيبتيك او الشيف سيل، وكده هو بيطلع بصوره ان اكتيف بتيجي يحصل بعدها اكتيفيشن عن طريق الاتش سي ال. وبعد كده البيبسين اللي انت كونته دوت يبتدي ان هو يعمل اوتو اكتيفيشن لنفسه ويعمل اكتيفيشن للبيبسينوجين وعشان يتحول لبيبسين. البيبسين ده هيعمل ايه؟ البيبسين ده عباره عن بروتيوليتيك انزيمز، يعني هي بتكسر مين؟ بتكسر البروتين، مش بتكسره تكسير او هضم كامل، ده انكمبليت ديجيشن، بتحوله لبولوبتايدز او بوبتونز. طيب البيبسين دوت اصلا عشان يشتغل محتاج اوبتيمم بي اتش 2 ل 3.5، مين يوفر الاوبتيمم بي اتش دوت؟ ال اتش سي ال. وبعد كده عندك الانزيم اللي هو الثاني الجيلاتينيز، ده بيقول لك ان هو ليكوفاي الجيلاتين. تاني حاجه الانترنسيك فاكتور، الانترنسيك فاكتور اهميته ده بيساعد على ابزوربشن اوف فيتامين بي 12 ان ذا تيرمينال اليوم، ونقص الانترنسيك فاكتور ده او عدم وجوده بتزن هو يعمل لي برينيشس انيميا. نقص نقص الانترنسيك فاكتور بيؤدي الى نقص الفيتامين بي 12، فلما ينقص الفيتامين بي 12 دوت اللي بيؤدي الى البرينيشس انيميا. تمام، وبعد اتكلمنا على الميوكس وقلنا ان في تو تايبس من الميوكس، سولابل وانسولابل ميوكس، وقلنا السولابل ده بيطلع عن طريق الميوكس نكسرز اللي موجوده في الكاردياك والبايروس والانترم والفندس والبادي، بيعمل ايه؟ بيعمل لوبريكيت للقايم وبروتكت الميكوزا. والانسولابل سيك ميوكس برده نفس الموضوع، بس ده بيحصل له سيكريشن من السيرفيس ابسيلال سيلز، تبتدي السيرفيس ابسيلال سيل هي تبتدي انها تطلع سكريت ميوكس. الميوكس ده بيبقى عباره عن سيك ميوكس لان هي بتفرز كميه كبيره جدا لحد ما بيكون لك فليكسبل جيل لاير كده هنا سمكها تقريبا 1.5 مللي، عشان كده بقول ان هي سيك لان دي طبعا حاجه سميكه جدا، بتزيد تحمي الميكوزا برده فروم البيبسين والاتش سي ال، وكمان بتلبريكيت القايم. وكمان السيرفيس ابسيلال دي مش بتطلع بس مش بتفرز بس الميوكس، لا دي كمان بتطلع البيكربونات اللي هو الاتش سي او 3، وده اللي بيخلي الميوكس ده او الفليكسبل جيل لاير دي تبقى سيك والكالين نتيجه ان اتش سي او 3 ده بيحصل له ترابد فيها انه بيتحجز فيها، فبيخلي لك الميديا كمان في اللاير دي بتخليها الكالين، عشان كده بسميه سيك الكالين ميوكس. تعالى بقى لاخر عنوان عندنا خالص في السكريتوري فانكشن اوف السمك، وهي الفيز وجاستريك سكريشن. عندي الفيز وجاستريك سكريشن عباره عن 3 فيز، سيفاليك فيز وجاستريك فيز وانتسترنال فيز. اول فيز هنتكلم عليه هي السيفاليك فيز، سيفاليك ايكوال هيد او سيفاليك معناها هيد، لان بتحصل ان ريسبونس تو ستيمولاي بريزنت ان ذا هيد. بيقول لك ان السيفاليك فيز مسؤول عن فروست تلت الجاستريك سكريشن تقريبا. طب ايه الاستيمولاي اللي حصلت في الهيد سببت حدوث السيفاليك فيز؟ هو الكونديشن والانكونديشن ريفلكسز. انتوا خدتوا هما يعني ايه الانكونديشن ريفلكسز؟ هو عباره عن انك تشوف الاكل او تفكر في الاكل او تسمع صوت تحذير الاكل او انك تشم ريحه الاكل. والكونديشن ريفلكس هو انك بريزنس اوف ذا فود اون يور ماوث، وجود الاكل في الفم، ده عباره عن كونديشن ريفلكس. تمام، ابتدي ان الدور ريفلكس دول عباره عن ستيمولاي، يبتدوا هما يعملوا ستيميوليشن لفيجل نيوكلاس ام مضله، والفيجل نيوكلاس في المضله بتبتدي تبعت افرنت عباره عن فيجل افرنت فايبر، والفيجل افرنت فايبر يترمينيت على نيورون من نيورونز اللي بتاعت انترنال نيرفس سيستم. ايه هو الانترنال نيرفس سيستم؟ الانترنت نيرفس سيستم ده عباره عن نيرفس سيستم خاص بالجي اي تي، موجود في الوول بتاع الجي اي تي. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي ايه
عايزه بتكلم على السيفاليك فيز. السيفاليك فيز بيقول انها بتحصل ان ريسبونس تو ستيمولاي بريست ان زهيد. طب ايه هو الاستيمولاي؟ عباره عن الكونديشن والان كونديشن ريفلكسز. يبتدوا ان هم يعملوا ستيميوليشن للفيجر نيوكلاس المضاده، والفيجر نيوكلاس تبعت فيجر افرنت فايبر، والفيجر افرنت فايبر يبتدي ان هو يعمل ترمينيشن على نيرون بتاعه الانترك نيرفس سيستم. تمام كده، تمام. طب النيرون بقى اللي حصل عليها ترمينيشن دي بتبتدي انها تعمل ايه؟ هتبتدي انها تفرز حاجه من الحاجتين، اما تفرز استايلكولين. استايلكولين بيبتدي ان هو ياثر على السيلز اللي عندنا، والانسيلوكم في اللايك سيل والبارايتال سيل والشيف سيل، بيبتدي ياثر عليهم يخليهم يطلعوا الجازريك سكريشن او ان هي تطلع لك حاجه اسمها جي ار بي، جاسترين ريليزنج بيبتايد. الجاسترين ريليزنج بيبتايد ده عباره عن كيم كارنيول ترانسميتر، يروح يشتغل على الجي سيل ويخليها تطلع الجاسترين. تمام كده، والجاسترين ده بقى هو اللي يروح يشتغل على السيلز اللي هو الانسيرك ما في اللايك سيل والبارتال سيل والشيف سيل، ويخليهم يطلعوا الجاستريك سكريشن. تمام، هي ديت السيفاليك فيز. تعال نقول تاني السيفاليك فيز. بيقول لك ان السيفاليك فيز ديت سيفاليك ايكوال هيد. سيفاليك معناها هيد، لان بتحصل ان ريسبونس تو ستيمولاي بريزنت ان ذا هيد. ات اكرز بيفور الفود ريتشز ذا ستومك، ده بيحصل قبل ما الاكل يوصل ايه، يوصل للمعده. انت اصلا لما تفكر في الاكل او تشم ريحه الاكل او تشوف الاكل انت لسه ما اكلتش، فخلاص مفيش اكل اصلا في المعده، او الكونديشن بقى هو وجود الاكل في الفم، فبرضه الاكل لسه ما وصلش في المعده. فالسيفاليك فيز بتحصل قبل وصول الاكل للمعده، مسؤوله عن افراز تلت الجاستريك سكريشن تقريبا. طيب حصلت ازاي؟ نتيجه ستيمولاي ات از ميديتد بوث كونديشن ثرو بوث كونديشن اند كونديشن ريفلكسز. ماشي، حصلت نتيجه الكونديشن اند كونديشن ريفلكسز. بيبتدوا ان هم يعملوا ايه؟ بيبتدوا ان هم يعملوا ستيمولاشن لفيجر نيوكلاس المضله، والفيجر نيوكلاس تبعت فيجر افرنت فايبرز. الفيجر افرنت فايبرز ترمينيت على النيرونز بتاعه الانتريك نيرفس سيستم، والنيرونز بتاعه الانتريك نيرفس سيستم ديت تبتدي انها تطلع حاجه من حاجتين، يا اما تطلع لك اسيتايلكولين، يا اما تطلع لك ايه، جاستريك ريليزنج بيبتايد. فبيقول لك ان هي بيقول لك ان الاكسون اوف ويتش هي الاكس بتاعه النيرون بتاعه الانترك نيرفس سيستم بتعمل ايه، تنات ستيمولييت. ستيمولييت مين؟ تستيمولييت السيلز اللي هو الاكزنتك وبيبتك والانتركم في اللايك سيل، عن طريق انها بتفرز اسيتايلكولين. تمام، او انها تاثر على الجي سيل عن طريق انها بتطلع جاسترين ريليزنج بيبتايد، يشتغل على الجي سيل ويخليها تطلع الجاسترين. تمام كده، يبقى انا دلوقتي عندي الفيجر ستيمولييشن. بيقول لك ان الفيجر ستيمولييشن انكريز جاستريك سكريشن ايزير دايركتلي اور اندايركتلي. دايركتلي ازاي واندايركتلي ازاي؟ دايركتلي دوت هو عن طريق ان النيرون يطلع اسيتايلكولين، يبتدي على طول ياثر على السيلز ويخليها تزود الجاستريك سكريشن. الاندايركت لا، ده هو يمشي طريق تاني طويل، هيقوم يطلع النيرون جاسترين ريليزنج بيبتايد، والجاسترين ريليزنج بيبتايد يطلع يروح يشتغل على الجي سيل، والجي سيل يطلع لك الجاسترين، والجاسترين هو يروح يشتغل على ايه، يشتغل على السيلز. فالطريق دوت ايه، اندايركت. تمام، تعال نقول تاني السيفاليك في السيفاليك فيز على الصوره. السيفاليك فيز بسم الله دي بتحصل ات اكرز بيفور فود ريتشز السمك، بتحصل قبل وصول الاكل للمعده. دي مسؤوله عن افراز تلت الجاستريك سكريشن. ايه اللي بيحصل فيها؟ بتحصل اصلا ان ريسبونس تو ستيمولاي بيست ان زيد. طب ايه هو الاستيمولاي؟ عباره عن كونديشن وان كونديشن ريفلكسز. يبتدوا ان هم يعملوا ستيميوليشن لفيجر نيوكلاس المضله، والفيجر نيوكلاس تبعت فيجر افرنت فايبر. الفيجر افرنت فايبر يترمينيت على نيرون بتاعت الانتريك نيرفس سيستم. تمام، النيرون دي تبتدي نوت ايه، تطلع لك يا اما استايلكولين، يا اما تطلع لك ايه، جاسترين ريليزنج بيبتايد. هتطلع الاستايلكولين يبتدي ان هو ياثر على انسيلكم في اللايك سيل والبارتال سيل والشيف سيل، ويخليهم يزودوا الجاستريك سكريشن. تمام، دي طريقه دايركت، او ان هي تروح تطلع الجاسترين ريليزنج بيبتايد، والجاسترين ريليزنج بيبتايد يروح يشتغل على الجي سيل، والجي سيل تقوم تطلع الجاسترين، والجاسترين يروح يشتغل بقى هو على السيلز اللي عندنا ويخليهم يزودوا الجاستريك سكريشن. فده طريقه ايه، اندايركت. تمام كده، تمام. تعال ننتقل فيز عندنا وهي الجاستريك فيز. الجاستريك فيز بقى بتحصل والاكل خلاص وصل للمعده. ات اكرز وين ذا فود اكشوالي ريتشز ذا ستومك. يبقى عندي السيفاليك فيز بتحصل ايه، قبل وصول الاكل للمعده، اما الجاستريك فيز بتحصل عند وصول الاكل للمعده. دي مسؤوله عن افراز تلتين الجاستريك سكريشن. ده طبيعي جدا لما الاكل يوصل للمعده، فده اكتر وقت مناسب ابتدي ان افرز فيه كميه كبيره جدا من الجاستريك سكريشن. تمام، طيب انا عندي الاستيمولاس ايه، الاستيمولاس هو وصول الاكل للمعده. تمام كده، تمام. طيب بيقول لك ان الستيمولس عباره عن ايه، تو ستيمولس. تو ستيمولس زي السفالك بالظبط. السفالك كان تو ستيمولس ايه، الكونديشن والان كونديشن ريفلكسز. تمام، وعندي هنا برضو الستيمولس هم عباره عن تو ستيمولس، ديستنشن اوف ذا ستومك وذ فود والبروتين. تمام، انا عندي لما الاكل يوصل للمعده يبتدي ان الاكل انت بتاكل طبعا اكل كتير جدا، الاكل دوت يبتدي ان هو يضغط لك على جدار المعده، يعمل فيها ديستنشن، اي ان هو يعمل فيها تمدد. تمام كده، يعني يعمل تمدد في جدار المعده، وبتبتدي ايه، يضغط على جدار المعده، فبتبتدي تحصل لها ايه، ديستنشن، تمدد، ديستنشن اوف ذا ستومك ويز فود. تمام، الديستنشن ده بدوت بيعمل ايه، ستيميوليشن للاستومك انها تطلع لك جاستريك سكريشن. تمام، طيب تاني حاجه عندنا هو البروتين. الاكل اللي انت بتاكله اكيد انت بتاكل كربوهيدراتس وبتاكل فات وبتاكل ليبيدز وبتاكل بروتين. تمام، اكتر كونتنت موجود في الاكل اللي انت بتاكله بيعمل ستيميوليشن للمعده انها تطلع لك جاستريك سكريشن، هو عباره عن البروتين. تمام كده،
طيب تعال نشوف ازاي ديستنشن اوف ذا ستومك والفود والبروتين بيعملوا ستيميوليشن للاستومك ان هو يتطلع على الجاستريك سكريشن. احنا قلنا الديستنشن هو عباره عن الفود بيضغط على جدار المعده، تمام؟ لما يضغط الفود على جدار المعده يبتدي ان هو يعمل ستيميوليشن للريسبتورز موجوده في جدار المعده، لوجيك جدا. طب ايه هي الريسبتور؟ هيعمل ستيميوليشن لميكانيكال ريسبتور، تمام؟ والبروتين برضه هيعمل ستيميوليشن للريسبتور بس المره دي اسمها كيميكال ريسبتور، تمام كده؟ الميكانيكال اللي هي بتاعت الديستنشن، ميكانيكال ريسبتور دي بتحس بالستريتش او بتحس بالديستنشن، في كل ريسبتور خاص ان هو يحس بحاجه. يبقى انا عندي الديستنشن او السمك وسفود تحس بيه ميكانيكال ريسبتور، والبروتين تحس بيه كيميكال ريسبتور، تمام؟ يبقى دلوقتي انا عملت ستيميوليشن لايه؟ ميكانيكال اند كيميكال ريسبتور. طب بعد ما عملت ستيميوليشن للتو ريسبتورز دول ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا عملت ستيميوليشن لايه؟ ميكانيكال اند كيميكال ريسبتور، تبتدي انها تبعت الامبلس عن طريق افرنت فيجر افرنت فايبر. الفيجر افرنت فايبر يروح ليه؟ فيجر نيوكلاس بريزنت ان مضله، موجوده في المضله. والفيجر نيوكلاس تبعت افرنت عباره عن فيجر افرنت فايبر، والفيجر افرنت فايبر نفس الموضوع يتر من على نيرون من بتاعه الاثيريك نيرفس سيستم زي استفالك فيس بالظبط. بتبتدي النيرون تطلع لك اما استايركولين اما تطلع لك ايه؟ جاسترن ريزنج بوبتايد، تمام كده؟ تمام. يبقى انا دلوقتي عندي عملت ستيميوليشن لميكانيكال اند كيميكال ريسبتور. الاستيميوليشن بعتت الريسبتورز دي بعتت الامبلس عن طريق الفيجر افرنت فايبر. الفيجر افرنت فايبر راح لفيجر نيوكلاس المضله. الفيجر نيوكلاس بعتت افرنت عباره عن فيجر افرنت فايبر. الفيجر افرنت فايبر ترمنيت على نيرونز بتاعت الانترنج نيرفس سيستم، والنيرونز بدات انها تطلع لك اما استالكولين اما تطلع لك ايه؟ جسترن ريزنج بوبتايد، تمام كده؟ تمام. دلوقتي انا عايز اصمم الطريق اللي انا مشيته دوت. انا رحت بفيجر صح؟ رحت بفيجر افرنت فايبر ورجعت بفيجر فيجر افرنت فايبر، سميت الطريق فاجو فيجر. انا رحت بفيجر ورجعت بفيجر سميت الطريق فاجو فيجر ريفلكس. وعشان انا مشيت مشوار طويل من معدتي من الاستومك للسي ان اس رحت الفيجر نيوكلاس في المضله سميت الطريق لونج فاجو فيجر ريفلكس. انا مشيت طريق طويل، تمام؟ يبقى انا عندي طريق مشيناه من او عملت ستيميوليشن للميكانيكال اند كيمو ريسبتورز او كيميكال ريسبتور. الطريق داتا الامبلس الريسبتور زيت عن طريق فيجر افرنت فايبر، وفيجر افرنت فايبر راح للفيجر نيوكلاس المضله. فيجر نيوكلاس بعتت فيجر افرنت فايبر راح ترمنيت على نيرونز بتاعت الانترنج نيرفس سيستم، من نيرونز طلع على استايركولين او جاست ريزنج بوبتايد. سميت الطريق دوت ايه؟ لونج فاجو فيجر ريفلكس، تمام. طيب ممكن الريسبتور دي بقى الميكانيكال اند كيميكال ريسبتور تبعت الامبلس، تمام، وتمشي مشوار اقصر من المشوار اللونج ده. ايه بقى المشوار اللي هي تمشيه؟ هتبتدي انها تبعت الامبلس عن طريق افرنت، ماشي؟ الافرنت دوت عباره عن نيرون من النيرونز بتاعه الانترنج نيرفس سيستم، تمام. الافرنت دوت يروح لسنتر، السنتر ده برضو عباره عن نيرون من النيرونز بتاعه الانترنج نيرفس سيستم. السنتر يبعت افرنت، الافرنت برضو عباره عن نيرون من النيرونز بتاعه الانترنج نيرفس سيستم. الافرنت دوت يبتدي ان هو يطلع لك برضو يا اما استايلكولين يا اما يطلع لك ايه؟ الجاسترين ريليزنج بوبتايد، تمام. تمام. يبقى انا عندي تاني مشوار ممكن نمشي، يعني مكان الريسبتورز والكيمو ريسبتورز يبعتوا الامبلس عن طريق حاجه تانية غير الفيجر افرنت فايبر. عندي طريق تاني، الطريق التاني يبعتوا الامبلس عن طريق افرنت من النيرونز بتاعه الانترنج نيرفس سيستم، والافرنت يوصل لسنتر اللي هو برده عباره عن نيرون، والسنتر يبعت افرنت اللي هو برده عباره عن نيرون من الانترنج نيرفس سيستم، والافرنت ده هو طلع لك استالكولين او جاستر ريزنج بوبتايد، تمام. تعالى نسمي الطريق دوت. انا دلوقتي عندي تقريبا الانترنج نيرفس سيستم اشتغل لك، الانترنج نيرفس سيستم النيرونز اللي فيه اشتغل واحد اشتغل لك كافرنت، وواحد اشتغل لك كسنتر، وواحد اشتغل لك كايه؟ كافرنت، صح؟ فانا عندي الشغل كله على ايه؟ على الانترنج نيرفس سيستم، تمام. وانا عندي الانترنج نيرفس سيستم احنا عارفين ان هو موجود فين؟ موجود في الوول اوف جي اي تي، موجود في جدار المعده، تمام. فانا سميت الطريق دوت لوكال انترنج ريفلكس، لوكال انترنج ريفلكس مش بتاع الانترنج نيرفس سيستم، تمام. سميته لوكال ليه بقى؟ سميته لوكال لان انا عندي يعني الطريق لوكال، لوكال جدا يعني لوكال محلي، يعني لو في المكان اللي انت فيه انا ما روحتش ولا جيت. يعني عندي المكان والكيميكال ريسبتورز كانوا موجودين في الجدار، صح؟ كانوا موجودين في جدار المعده. ابتدوا ان هم يبعتوا الامبلس عن طريق افرنت من بتاع الانترنج نيرفس سيستم، والافرنت راح لسنتر اللي هو برضه عباره عن نيرون، والسنتر بعت افرنت وعباره عن نيرون من بتوع الانترنج نيرفس سيستم، والافرنت ده هو طلع لك ايه؟ استالكولين او جاسترين ريليزنج بوبتايد. فانا عندي الموضوع لوكال جدا، انا مشيت ورحت وجيت بالانترنج نيرفس سيستم هو اصلا موجود في الجدار، انا لا مشيت ولا رحت، يعني ما مشيتش طريق طويل ولا رحت ولا جيت. فانا عندي الموضوع لوكال جدا فسميته لوكال انترنج ريفلكس. وعشان انا ما روحتش لسنترز موجوده في السي ان اس فوق، ما مشيش طريق طويل، سميته شورت لوكال انتريك ريفلكس، تمام. ده مشوار شورت، مشوار ايه؟ قصير، تمام.
تمام. يبقى انا دلوقتي عندي الميكانيكال اند كيميكال ريسبتور، ممكن تبعت الامبلسز عن طريق طريقين. اول طريق انها تبعت فيجر افرنت فايبر، تبعت الامبلس عن طريق فيجر افرنت فايبر، والفيجر افرنت فايبر يروح للفيجر نيوكلس المظله، فيجر نيوكلس تبعت فيجر افرنت فايبر، والفيجر افرنت فايبر يترمينيت على النيرونز بتاع النيرونز بتاعه الانترب نيرف سيستم، والنيرونز الفيزيون طلع لك يا اما استرجولين يا اما ايه جاسترين ريزم بوبتايد، والجاسترين ريزم بوبتايد اشتغل على الجي سيل، والجي سيل تطلع لك الجاسترين، الجاسترين اشتغل على الزيركم فلاك سيل والبرايتال والشيف سيل، ويخليهم يزودوا الايه الجاستريك سكريشن، او انها تمشي طريق ثاني طريق قصير. انا سميت الطريق ده ايه لونج فيج وفيجر ريفلكس، رحت بفيجل ورجعت بفيجل. تاني طريق ممكن تمشي الميكانيكال اند كيميكال ريسبتور، تبعت الابرس عن طريق افرنت من النيرونز بعد الانتاج دربو سيستم، والافرنت تروح السنتر هو برضو عباره عن نيرون، والسنتر يبعت افرنت هو برضو عباره عن نيرون، والافرنت ده بتقدر تطلع لك ايه اسيتايلكولين وجستر ريزم بوبتايد نفس الموضوع، والاسيتايلكولين يشتغل على سيلز خليهم يزودوا الجستر اكسكريشن، او الجستر ريزم بوبتايد يشتغل على جي سي ويخليه يطلع الجستر، والجستر يشتغل على السيلز ويخليهم يطلعوا ايه الكاستريك سكريشن، نفس الكلام اللي احنا قلناه في السفالك بس. تمام. يعني عندي اول ما اوصل للافرنت هبتدي اشتغل زي ما اشتغلت في السفالك بالظبط. انا قلت لما الفيجر افرنت فايبر ترميت على النور بتاعت التك نيرف سيستم، ايه اللي حصل؟ اللي حصل دوت هترصه تاني هنا. تمام كده. طيب تعالى نقرا بقى الكلام الموجود. احنا قلنا ان الجاستريك فيس ات اكرز وين فود اكشوالي ريتشز ذا ستومك، لما فعلا الفود خلاص وصل للمعده، دي مسؤوله عن افراز تلتين الجاستريك سكريشن، لان ده قلنا ايه ان ده اكتر وقت مناسب ان تدي افرز فيه اكتر كميه من الجاستريك سكريشن. طب ايه الاستيمولس عندي؟ برده تو ستيمولس، ديستشن اوف ذا ستومك واز فود، والبروتين ذا موست بوتنت ستيمولس. تمام. اكتر حاجه في الاكل اللي انت اكلته ممكن يعمل ستيمولشن للمعده انها تطلع لك جاستريك سكريشن. تمام. عشان لقيت مثلا في الام سي كيو قالك ذا موست بوتنت ستيمولس هو مين، ده بعرف ان هو البروتين. تمام. تمام. دلوقتي عندك الديسيشن اوف ذا ستومك واز فود والبروتين، تقدر هم يعملوا ستيميوليشن لميكانيكال اند كيميكال ريسبتور، زي الريسبتور دي تبعت الامبلس عن طريق فيجر افرنت فايبر، اهو بتدي عامل لك ازاي نيرفس ميكانيزم بيقول لك ايه انت عامل ستيميوليشن لميكانيكال اند كيميكال ستيميوليشن، تقدر هم يبعتوا الامبلسز عن طريق فيجر افرنت فايبر، والفيجر افرنت فايبر راحت فيجر نيوكلس المظله، وفيجر نيوكلس بعتت فيجر افرنت فايبر. سميت المشوار دوت ايه لونج فيجو فيجر ريفلكس، او ان هي ممكن تمشي مشوار تاني اللي هو عباره عن ايه شورت لوكال انتريك ريفلكس. تمام كده احنا استقلنا. تاني حاجه عندك هرمونال ميكانيزم. ايه هو الهرمونال ميكانيزم؟ نفس الكلام برده، اللي هو ايه ميزيت الثرو جاسترين هرمون سيكريشن، جاسترين سيكريشن اكرز مينلي دي تو لوكال انتريك ريفلكس اند ذا لافاجو فيجر ريفلكس. ايه بقى هو الهرمونال ميكانيزم؟ احنا مش قلنا احنا لسه قايلين سوا ان اسم دوت في الطريق فيجو فيجر ريفلكس وشورت لوكال انترك ريفلكس، قلنا انا عندي ايه الفيجال افرنت فايبر لما ترميت على النيروز بتاعت انترك نيرف سيستم، قلنا النيروز هتطلع لك ايه استايل كولين، يا اما تطلع لك ايه يا اما تطلع لك الجسترين ريزم بوبتايد، صح؟ والجسترين ريزم بوبتايد ده في الاخر هيطلع لك ايه الجسترين، الجسترين ده عباره عن هرمون، صح؟ وهنا برده هنا الافرنت يطلع لك استايل كولين، يا اما يطلع لك ايه جسترين ريزم بوبتايد. تمام. انا لو مشيت في الطريق وطلعت في الاخر اسيتايل كولين، ده سميته نيرفس ميكانيزم. تمام. لان الاسيتايل كولين اصلا ده بيتفرز بايه كولينرجيك نيرونز، فانا عندي الطريق دوت نيرفس، نيرفس ايه نيرفس ميكانيزم. تمام. طب انا لو مشيت الطريق والنيرون في الاخر طلعت لك الجسترين ريزم بوبتايد، وفي الاخر الجسترين ريزم بوبتايد ده يطلع لك الجسترين، ده بسميه ايه دوت هرمونال ميكانيزم. تمام كده. طيب ايه اكتر طريق يطلع لك الجسترين ريزم بوبتايد؟ هو ايه الشورت لوكال انتريك ريفلكس. فبيقول لك ان الهرمونال ميكانيزم ميلي باي شورت لوكال انتريك ريفلكس، النيرونز بتاعت الشورت لوكال انتريك ريفلكس اللي هو الافرنت يعني بيطلع الجسترين ريزم بوبتايد اكتر ما بيطلع ايه استايل كولين، فبالتالي الجسترين ايه في الاخر بيسبب لك خروج الجسترين، فدوت ايه هرمونال اكتر. تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف اخر فيز عندنا. في ان بيكا صغيره بيقول لك ان الكافيين ستيمولس السكريشن اوف هايلي اسيدك جاستريك جويس ايفن وين نو فود از بريزنت، ذس زي شود بي افويدد باي بيرسونز ويز بيبتيك السرز اند هايبر اسيدسي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لك ان الكافيين بيستيمولت الجاستريك سكريشن، يعني ان مثلا الناس بتشرب قهوه، لما القهوه انت بتشربها بتبتدي انها تنزل المعده بتاعتك تزود لك الجاستريك سكريشن. تمام. حتى لو ما فيش اكل انت واكله، يعني مش لازم يبقى في اكل في المعده عشان يزودك الجاستريك سكريشن، لا، الناس اللي بتشرب قهوه، القهوه زيت نفسها تقوم تعمل ستيموليشن لسكريشن اوف هايلي اسيدك جويس، انها تعمل ستيموليشن لخروج ايه جاستريك جويس. تمام. فعشان كده الناس اللي عندها بيبتك ارسر او هايبر اسيدسي، الناس عندها بيبتك ارسر الناس عندهم اتش سي ال عالي، والهايبر اسيدسي يعني اسيدك عالي يعني برده عندهم اتش سي ال عالي، فالناس ديت يا جماعه ما تشربش قهوه، لان القهوه هتزود الجاستريك سكريشن اكتر اصلا ما هو زايد عندهم. تمام. طيب عندي اخر فيز عندنا هي الانتستينال فيز. احنا عندي كان اول فيز اللي هي السفالك فيز كان قبل وصول الاكل للمعده، والجاستريك فيز هو خلاص الاكل كان وصل للمعده، الانتستينال فيز بقى ديت هو ايه هو الاكل خلاص خرج من المعده ووصل للانتستين. تمام كده. يبقى انا عندي الانتستين بتحصل
نسا نرفز قصدي، بتحصل نتيجة خروج خلاص الأكل خرج من الاستومك وصل الايه، وصل الانتستين. تمام كده، تمام. الانتستين نرفز ديت مكونة من 2 كومبوننت، اكزيتاتوري وكومبوننت اند انهبيتوري باورفول كومبوننت. الانسان الفيز ديت بقى عكس السيفاليك والجستريك تماما، دي بتعمل انهبيشن للجستريك سكريشن ان ذا ستومك. تمام، وده لوجيك جدا. انا وصول الاكل للانتستين، خلاص الاكل مشي من المعده ووصل للانتستين، يبتدي الاكل يعمل، انا مش محتاج جستريك سكريشن تطلع في الاستومك، خلاص يبتدي الاكل يعمل ايه، يعمل انهبيشن للجستريك سكريشن ان ذا ستومك. تمام، ودوت ايه، ده لوجيك، دوت طبيعي جدا. خلاص هو ماشي من الاستومك، يبتدي ان هو يعمل لا ان باشا ما طلعش جاستريك سكريشن تاني خالص، انا خلاص كده انا مشيت من عندك واتهضمت. تمام. يبقى انا دلوقتي بيقول لك ان الساينر فيز دي مكونه من 2 كومبوننت، اكزيتاتوري كومبوننت وانهبيتوري كومبوننت. تمام، يعني ايه اكزيتاتوري كومبوننت؟ يعني يقول لك ان هي شويه الساينر فيز، يعني وصول الاكل للانتستين بيعمل ستيموليشن للجاستريك سكريشن ان ذا ستومك، بس دوت ويك كومبوننت، يعني حاجه ضعيفه جدا للانسان الفيز، يعني هي اكتر حاجه بتعملها اللي هي بتعمل ايه، انهبيشن للجاستريك سكريشن، ده الباورفول كومبوننت، ودوت الفاينل ريزلتس بتاعت الانسان الفيز، يعني هي ايه تاثيرها الغالب وايه تاثيرها النهائي، ان هي بتعمل انهبيشن للجاستريك سكريشن ان ذا ستومك. تمام كده، ودوت لوجيك، لان خلاص انا مشيت منها، فالمفروض انا اعمل لها ايه، اعمل انهبيشن خلاص الجاستريك سكريشن. تعال نتكلم على التروفيزز دول، انا عندي اكزيتاتروفيز وعندي ايه، عندي انهبيتروفيز. صح، اكزيتاتروفيز ديت اللي هي الماينور رول، ان هو وصول الاكل للانتستين يزود الجاستريك سكريشن ان ذا ستومك، دوت ايه ماينور رول. طيب، وصول الاكل للانتستين، الاكل بيحتوي ايه، بيحتوي على بروتين. تمام، البروتين دوت يروح يعمل ستيميوليشن للجاستريك سكريشن عن طريق انه بيعمل ستيميوليشن لايه، السل اللي بيطلعه، يبقى البروتين وجوده في الديودرم او الانتستين في ذنبه يعمل ستيموليشن لجي سيل، الجي سيل تطلع لك ايه، تطلع لك الجاسترين، الجاسترين انكريز اسيد اللي هو عباره عن جي سي ال اند بيبسين سكريشن، قلت انا زودت الجاستريك سكريشن. تمام، انا عندي الجي سيل دكاتره مش موجوده بس في الاستومك، لا انا عندي الجي سيل موجوده في الاستومك وموجوده في الديودرم اللي هو الانتستين وموجوده في اماكن ثانيه. تمام. يبقى انا دلوقتي عندي البروتين، ما تنساش البروتين دايما، هو البروتين هو دايما عامل ستيمولس، يبقى البروتين لما كان بيوصل للمعده كان هو ذا موست بوتنت ستيمولس، كان بيعمل ستيميشن للمعده ان تطلع لك جاستريك سكريشن. طب لو وصل للانتستين برضه هو البروتين اللي عمل ستيموليشن للجي سيل اللي موجوده في الانتستين وخلاها تطلع جاسترين، والجاسترين ده زودك الاسيد اند بيبسين سكريشن. تمام، ده ماينر رول، و يعني حاجه بسيطه جدا الانسان الفيز بتعملها، انما اصلا مين الانسان الفيز انهبيتوري، انتستاينال فيز انهبيتوري، اللي هي بتعمل انهبيشن للايه، للجاستريك سكريشن ان ذا ستومك. تمام، طيب انا عندي ايه بقى الاسباب، ايه حاجات تبقى موجوده في الاكل تسبب لك او تعمل انهيبيشن للجاستريك سكريشن ان ذا ستومك. انا كان عندي البروتين عمل ستيميوليشن، صح، عندي بقى الحاجات اللي تعمل انهيبيشن اي بي سي دي، الاي اسيتاسي، بي بريزنس اوف فات، سي هايبرتونستي، دي ديستنشن اوف ذا ديودرم. تمام، يبقى عندي الاربع حاجات دول الاسيدسي، بريسس اوف فات، هايبرتونستي، ديستنشن اوف ذا ديودرم، الاربع حاجات دول يعملوا انهبيشن للجاستريك سكريشن. تمام، يعملوا انهبيشن للجاستريك سكريشن ان ذا ستومك. تمام، يبقى انا عندي كان وجود الفات كان بيعمل ستيموليشن، اما وجود البروتين سوري كان بيعمل ستيموليشن، اما وجود الفات بيعمل ايه، انهبيشن للجاستريك سكريشن، ما تتلخبطوش، ممكن لايك بروسيس اوف بروتين بيعمل ايه وبروسيس اوف فات بيعمل ايه. تمام، طب ايه هي الاساسي، الاساسي انت اصلا الاكل جايلك من المعده كان مفروض عليه كميه الجاستريك سكريشن عاليه جدا. تمام، فانت دلوقتي الاكل جايلك اسيد، يعني جايلك جايلك فيه حموضيه كثيره جدا، فالاسيدتي الموجوده زياده في الانتستينز بتزيد انها تروح تعمل انهبيشن للجاستريك سكريشن ان ذا ستومك، وتقول لها خلاص ما تطلعيش جاستريك سكريشن تاني. تمام كده، طيب ازاي بقى الاسيدسي بروسس اوف فات والهايبرتروستي والديستنشن اوف ذا ديودرم تروح كده للمعده وتقول لها ايه ما تطلعيش جاستريك سكريشن، ازاي تعمل الموضوع ده؟ احنا قلنا الاكزيتاتوري رول عمل الموضوع دوت، قلنا ان الاكزيتاتوري كومبوننت اللي هو عباره عن الماينر رول عمل الموضوع ده ازاي، عن طريق ان البروتين لما وصل للديودرم او الانتستين عمل ستيموليشن لجي سيل، وجي سيل طلع لك الجاسترين، والجاسترين زود ايه الجاستريك سكريشن، الاسيد اند بيبسين سكريشن. تمام، فانا كده خلاص عرفت الماينر رول حصل ازاي. تعال نشوف الميجور رول ازاي المكونات ديت اللي هو الاي بي سي دي عملوا انهبيشن عن طريق طريقين، نيرفس اند هرمونال ميكانيزم. تمام كده، طيب انا عندي الصوره ديت،
هنشرح عليها از الفات واز الاسيد واز الهايبرتونستي واز الديستنشن. يعني ايه هايبرتونستي؟ مثلا هايبرتونستي هو عباره عن الفلويد، فلويد هايبرتونيك. تمام، الدكتوره قالت في الـ في الـ عندكم ان ممكن يكون الفلويد هايبرتونيك وهايبرتونيك والاثنين بيعملوا ستيميوليشن، الاثنين قصدي بيعملوا انيبيشن لجاستريك سكريشن، بس مينلي الهايبرتونيك فلويد. تمام كده، فاحنا هنمشي زي ما هو موجود هايبرتونيك، يبقى عندي الفات والاسيد والهايبرتونستي والديستنشن هيبتدوا ما يعملوا ايه انهيبيشن للجاستريك سكريشن انسو سمك عن طريق طريقين، ان هي ممكن نيرفس ميكانيزم وهرمونال ميكانيزم. النيرفس ميكانيزم انها تعمل انها تمشي تعمل ستيميليشن للانتيريو جاستريك ريفلكس. انتيريو جاستريك ريفلكس دوت عباره عن انهيبيتوري ريفلكس، يبتدي ان هو يعمل انهيبيشن للبارايتال سيل اند شيف سيل، وبالتالي ينهبت او يقلل الجاستريك سكريشن. تمام كده، طيب انا بقول ايه اسمها انتيرو جاستريك ريفلكس عشان ما تنسوش، الانتيرو انتيرو ديت معناها انتستن وجاستريك معناها استومك. تمام، يبقى انا عندي دوت عباره عن ريفلكس جاي من الانتستن راح عمل انهيبيشن للاستومك اسمها انتيرو جاستريك ريفلكس. تمام كده، يبقى انا عندي الانتيرو جاستريك ريفلكس ده عباره عن انهيبيتوري ريفلكس يعمل انهيبيشن للبارايتال والشيف سيل، وبالتالي هيقلل الجاستريك سكريشن. تمام، او ان هي تمشي بقى في الطريق ايه اللي هو الهرمونال ميكانيزم، ان الفات والاسيتاز والهايبرتروستي والديستنشن تعمل ستيميوليشن لمجموعه من الهرمونز، بسميها ايه؟ بسميها انتيرو جاسترونز. انتيرو جاسترونز دوت كلمه شامله ثلاث هرمونات، كولسيستوكاينين، سكرتين، جي اي بي اللي هو عباره عن جاستريك انهبيتوري بيبتايد. تمام، لما تعمل ستيميليشن للانتيروجسترونز او مجموعه من الهرمونات دول هيعملوا نفس الموضوع، هيعملوا انهبيشن للبارايتال سيل والشيف سيل، وبالتالي يقلل الجاستريك سكريشن. تمام كده، تمام، تعالوا نقرا الكلام. بيقول لك ان انا عندي اهوت السبيد دوت الاربع حاجات دول، بيقول لك ان اسيدس وبريسس اوف فات هايبرتونستي وديسيشن اوف ذا دودرام انهبيت جاستريك سكريشن عن طريق ديا تو ميكانيزم، عن طريق تو ميكانيزم يا اما نيرفس ميكانيزم اللي هو عباره عن سيرو جاستريك ريفلكس اللي هو انهبيتوري ريفلكس بيعمل انهبيشن الاوكسيدنتك اند بيبتيك سيل، او هرمونال ميكانيزم ان هو يعمل ستيميليشن لمجموعه من الهرمونات اسمها انسيرو جاسترونز. انسيرو جاسترونز دول بيحصل لهم سكريشن من خلايا كده معينه موجوده في الميكوزه بتاعه الدودام والججرم. تمام، الهرمونات دي تعمل ايه؟ تعمل انهيبيشن للبارايتال سيل والشيف سيل، وبالتالي تنهبت الجاستريك سكريشن. ايه هما ثلاث هرمونات دول؟ عندي ثلاث هرمونات هما الكولسيستوكاينين، وده اهمهم، ده اهم واحد يعمل انهيبيشن للبارايتال والشيف سيل وبالتالي انهبت الجاستريك سكريشن، وعندي السكرتين والجي اي بي، بس اهمهم ما ننساش اللي هو الكولسيستوكاينين. تمام كده، طيب انا عندي لو سيرو جاستريك ريفلكس ده عباره عن هيبيتوري ريفلكس يعمل انهبيشن للبارايتال اند شيف سيل، وعندي هرمونال ميكانيزم اللي هو عباره عن سيرو جاسترونز مجموعه من الهرمونات تفرز من سبيشال سيل ان ذا ميكوزا اوف دودنم اند ججم، تفرز من الميكوزا بتاعه الدودنم والججم. الهرمونات دي تعمل ايه؟ تعمل انهبيشن برضه للبارايتال سيل والشيف سيل، وتقلل الجاستريك سكريشن. الهرمونات دول هما مين؟ هما كولسيستوكاينين، وده اهمهم، والسكرتين والجي اي بي. تمام، تمام، دي كده حاجه بتلخص كده السيفاليك فيز والجاستريك فيز وانتصان الفيز. السيفاليك بيقول لك ان انت رؤيه الاكل او السميل او تشم ريحه الاكل او تذوق الاكل، هو وجود الاكل في الفم، ان هم ايه بيزودوا يمشوا في الطريق اللي احنا قلنا عليه الكونديشن كونديشن ريفلكس، وبالتالي كان هيزود ايه في الاخر؟ كان هيزود الجاستريك، صح، اللي زود الجاسترين. وتاني حاجه عندك الجاستريك فيز، الجاستريك فيز هو خلاص الاكل وصل للمعده. الاستبرس عندي كان ايه؟ انترا ديستنشن اللي هو ديستنشن اوف السمك والفود والبروتين كونتنت، دول كانوا يعملوا ستيميوليشن للجاستريك فيز عشان تحصل. اما الانتصار فيز اهو بيقول لك ان انتصار الجاسترين ابزوربت امينو اسيد، هنا في الصوره دي اتكلم على الجزيئات الريكومبنت بس، انتصار فيز ان هو وجود البروتين فانتستي بتعمل ستيميوليشن للجاستريك سكريشن. تمام كده، وبالتالي لما ازود الجاسترين سكريشن انا هزود في الاخر ايه؟ هزود الجاستريك سكريشن. تمام، طيب تاني اخر عنوان بقى عندنا هما الجاستريك ميكوزا البارير والبيبتيك ارسر. يعني ايه جاستريك ميكوزا البارير؟ يعني ازاي المعده عندنا عامله نفسها كده بارير، عامله نفسها قصدي زي الميكوزا عندنا عامله نفسها بارير، عندنا نفسها حاجز كده عشان تحمي نفسها. ادي الميكوزا ازاي تحمي نفسها من الاتش سي ال؟ ازاي؟ ده حاجه اسمها جاستريك ميكوزا البارير. الحاجز اللي هي عاملاه، هي عامله ست حاجات دفعتنا على نفسها من الاتش سي ال. اول حاجز عندنا عملته اللي هو ايه؟ فاكرين السيرفس ابيسال سيل اللي احنا اتكلمنا عليها ان هي بتطلع لك انسولابل سيك الكالاي ميوكس؟ يا رب تكون فاكرين. كان عندي بيبقى فيه هنا ايه؟ كان عندي هنا سيرفس ابيسال سيل، السيرفس ابيسال سيل دي كانت بتطلع لك ميوكس، سيك ميوكس، وسيك ميوكس دوت كان بيعمل لك فليكسبل جيل لير. هنا فليكسبل جيل لير دي كانت بتحمي الميكوزا من تاثير الاتش سي ال. تمام، وكمان السيرفس ابيسال سيل دي كانت السيرفس ابيسال سيل كانت بتفرز كمان اللي هو الايه؟ اتش سي او 3. الاتش سي او 3 دوت كان بيحصل له تريبد في الفليكسبل جيل لير دي، وبالتالي كان بيخلي الميديا فيها الكالاي. تمام، فبيقول لك ان الميديا دلوقتي في فليكسبل جيل لير دي نتيجه الاتش سي او 3 موجود فيها، خلى الميديا هنا من 6 ل 7. تمام،
بينما ان الميديا اصلا عندي في اليومن اللي هو موجود فيه الاتش اس ال عندي الميديا هنا ايه 2، تمام. فبيقول لك ان انا عندي ميديا مختلفه في الميكوزا الكلاين، ده بيحميها من تاثير الاسيدس اللي فوقها اللي هي 2، تمام. يبقى انا عندي اول حاجه حملت نفسها بيها اللي هو انا عندي وجود فليكسبل جيل لاير، تمام. طيب افرض هي اخترقت الفليكسبل جيل لاير ديت، الاتش اس ال يعني اخترق الفليكسبل جيل لاير دي، هيواجه هيلاقي ايه في وشه؟ هيلاقي اليومنر بوردر او الليمنر ميمبرين. قال لك ان الليمنر بورد دوت ايه؟ اميربيابل تو هيدروجين، مش بيعدي الهيدروجين، تمام كده؟ تمام. طب افرض اخترق الليمنر بوردر، هيوصل هيلاقي ايه؟ هيلاقي فيه تايت جانكشن بتوين الميكوزال سيل، في عندي تايت جانكشن اهو، تايت جانكشن دي بريفنت هتمنع الهيدروجين مرور الهيدروجين، تمام كده؟ هتمنع دخول الهيدروجين، تمام. طب افرض لا ده اخترق كمان التايت جانكشن دي، هيوصل للسيل، تمام؟ هيبتدي ان هو يطرد بره السيل عن طريق حاجه اسمها برايمري اكتيف ترانسبورت ميكانيزم. انتوا فاكرين لما احنا كنا بنتكلم على الميكانيزم في اتش سي ال سكريشن، وقلنا ان اللي انا بخرج الهيدروجين من السيل عن طريق برايمري اكتيف ترانسبورت ميكانيزم ان اكسشينج وذ بوتاسيوم، هي نفس هي الحته دي. لو الهيدروجين نجح ودخل جوه، هبتدي ان انا اخرجه لليومن تاني عن طريق ايه؟ عن طريق برايمري اكتيف ترانسبورت، تمام كده؟ تمام. خامس حاجه من باريرز اللي هو حاجه اسمها بروستاجلاندز. البروستاجلاندز دي بتدي ان ايه؟ تقوي الممبرين دوت اكتر، تمام. هتقوي الممبرين ده ازاي؟ عن طريق انها تخلي السيرفيس ابسال سيل تطلع ميوكس اكتر و اتش سي او 3 اكتر، وبالتالي هتعمل فليكسيبل جيل لاير اكتر، وبالتالي ايه؟ بالتالي هي دلوقتي كده ايه؟ قوت الممبرين دوت ان هو خلاص فوقه طبقه قويه جدا، فهو قوي مش هيحصل له اختراق بسهوله، تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عندي ديت خامس حاجه. سادس حاجه عندي اللي هو ايه؟ كونتينوس ريجنريشن اوف ميكوزا سيلز. اللي عندي اللي دايما الميكوزا دايما بتعمل كونتينوس ريجنريشن، يعني دايما بتجدد نفسها، فدوت بيمنع ان الاتش سي ال مثلا يخترقها. لو اخترق مثلا حته منها، لا هي دايما عم تعمل ريجنريشن، تقوم معوضه نفسها بنفسها تاني، تمام. يبقى انا دلوقتي عندي ست حاجات. الميكوزا عامله بارير لنفسها، عامله حاجز ان هي تحمي نفسها من تاثير اتش اس ال. اول حاجه عندنا ايه؟ الفلكسبل جيل لاير، تمام، عن طريق سيل سيل. تاني حاجه عندك الفلكسبل جيل لاير، بعدها ايه؟ هو عداها، هيلاقي بعدها اللومنر بورد. اللومنر بورد دوت ايه؟ امريبيبل تو هيدروجين. طب نجح وعد، هيلاقي جانكشن تايت جانكشن بتوين ميكوزال سيل، تمام. طب عدى التايت جانكشن دي، هيخش جوه السيل، هيبتدي ان هو يخرج من السيل تاني لليومن عن طريق برايمر اكتيف ترانسبورت ميكانيزم، تمام. طيب في بقى حاجتين اللي هو ايه؟ البروستاجلاندين. البروستاجلاندين دي تعمل سترينس الممبرين دوت عن طريق ان تعمل ستيميوليشن للسيل بسيل سيل، ان تطلع لك ميوكوس اكتر و اتش سي او 3 اكتر. سادس حاجه عندنا هو كونتينوس ريجنريشن، ان دايما الميكوزا بتبتدي انها تجدد في السيلز بتاعتها، تمام. طيب اخر عنوان بقى عندنا هو ايه؟ بيبتيك ألسر. بيبتيك ألسر ده معناه اللي هو القرحه المعديه. القرحه المعديه دوت ان هو الاتش اس ال عالي جدا، وابتدى ان هو ياكل الميكوزا، تمام. يعني ابتدى ان هو هيخترق الميكوزا، قعد ياكل في الميكوزا، ياكل في الميكوزا اهو، مثلا ازي الميكوزا الطبيعيه، ابتدى قاعد ياكل في حته وعمل ايه؟ وعمل فيها الحته الواطيه دي بسميها بيبتيك ألسر، دي قرحه معديه. حصل ايرودد، يعني حته اتاكلت، ايرودد اريا او جسر الميكوزا، حته اتاكلت من الميكوزا، كوزد باي اوتو دايجيشن اوف جسر جويس، سببت بالايه؟ اوتو دايجيشن اوف جاستريك جويس، ان الجاستريك جويس او الجاستريك سكريشن ان ايه، او الاتش اس ال يعني بالاخص، ابتدى ان هو يعمل اوتو دايجيشن وكان الميكوزا، تمام. فعمل بيها بيبتيك ألسر، تمام. طب ايه الكوزس بتاعتها؟ انا كان عندي بارير، لو نفتكر ان الميكوزا كانت عامله نفسها بارير، ازاي 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 يا بارير تخلي الاتش سي ال يعديك؟ حصل بريك داون فيه، اتكسر يعني، او حصل فيه اي خلل. طب ازاي يحصل خلل في جسر الميكوزا البارير؟ عن طريق ثلاث حاجات. مثلا الناس بتشرب الكحول، الناس بتاخد علاج زي الاسبرين، الناس مثلا عندها بكتيريا انفكشن زي الهيليكوباكتر بايلوري او اسميها اتش بايلوري. الثلاث حاجات دول بيقدروا هم يعملوا بريك داون في الجسر الميكوزا البارير، يدمروا الجسر الميكوزا البارير، وبالتالي هيبتدي ايه؟ هيبتدي اتش اس ال يخترق الميكوزا ويعمل فيها ايه؟ بيبتيك ألسر، تمام كده. يبقى عندي الكوزس بتاعت البريك داون في جسر الميكوزا البارير ثلاث حاجات: الكحول، اسبرين، بكتيريا انفكشن، هيليكوباكتر بايلوري. دول يعملوا ايه؟ دول هيسببوا ديفيوجن اوف هيدروجين فروم ذا ليومن، هيحصل ديفيوجن الهيدروجين فروم ذا ليومن، يعني يبتدي ان هو يخش يجي من اللومن ويخش جوه السيل، وانكريز انترا سيلوري، يزيد جوه السيل، تمام. ولما يزيد جوه السيل يبتدي ان هو يعمل ايه؟ الميكوزا تفقد الفانكشن بتاعتها، تمام كده، اللي هو هيبتدي ان هو ديستروي ذا سيل ميتابوليك فانكشن ريزلتنج ان ميكوزا الالسر، تمام. هتبتدي انها تفقد الميكوزا، تفقد وظيفتها نتيجه الالسر اللي حصلت فيها دي، تمام كده، تمام. او في سبب تاني بقى للبيبتيك ألسر غير البريك داون، هو ان انا عندي اكسس اتش سي ال سكريشن، تمام. بصوا بصوا يا دكاتره، انا المفروض ان عندي بالانس توازن ما بين الجسر الميكوزا البارير
وكميه معينه من الاتش سي ال، تمام كده؟ تمام. اللي سبب لك ركبه الارثر ان حصل امبالانس في الحاجتين دول، يا اما ان الميكوزا الجاستريك موزا اللي بره دي حصل فيها خلل، حصل فيها بريك داون، او يا اما الاتش سي ال هو علي، هو عالي كتير جدا فكان اقوى من الجاستريك موزار بارير وقام اخترقها. تمام. احنا اتكلمنا على الاسباب اللي تعمل بريك داون للجاستريك موزار بارير: اسبرين والكحول والبكتيريال انفكشن اتش بايلوري. تمام. طب ايه الحاجات اللي سبب لك اكسس اتش سي ال؟ ايه اللي يخلي الاتش سي ال يبقى عالي جدا؟ اللي يخلي الاتش سي ال عالي جدا ان ستيل بتفرزه بكميه عاليه جدا. تمام. حاجه اسمها زولينجر اليسون سندروم. ايه زولينجر اليسون سندروم دي؟ دي عباره عن حاله يا جماعه كوزد باي جاسترينوما. يعني ايه جاسترينوما؟ يعني الجي سيل اللي بتطلع الجاسترين حصل فيها تيومر، تمام كده؟ لما حصل فيها تيومر ابتدت انها اتجننت وتطلع لك جاسترين بكميه كبيره جدا، والجاسترين هيزود لك الايه؟ الاتش سي ال سكريشن، تمام؟ وبالتالي انا عندي ايه كده؟ ايه كده؟ وصلت الاكسس اتش سي ال. تاني، انا عندي اكسس اتش سي ال سكريشن، ده بيحصل في حاله حاجه اسمها زولينجر اليسون سندروم. زولينجر اليسون سندروم ده بيحصل جاسترينوما، بيحصل تيومر في الجي سيل، الفيزينشيز الجي سيل طلع لك جاسترين بكميه كبيره جدا، والجاسترين زود لك الاتش سي ال سكريشن. تمام. طيب اكتر مكان يطلع في تيومر في الجي سيل، احنا قلنا الجي سيل موجوده في الاستومك وموجوده في الديودنوم، وبيقول لك انها كمان موجوده فين؟ موجوده في البنكرياس. تمام. اكتر مكان يطلع فيه تيومر هو البنكرياس. تمام. عشان ممكن يجي لك سؤال اكتر مكان الجاسترينوما هو البنكرياس، تمام كده؟ تمام. عنوان عندنا خالص في المحاضره هو ايه؟ البوتروفانكشن اوف الاستومك. متزهقوش، احنا خلاص خلصنا، احنا عدينا الشوط الكبير والسكريتوري فانكشن اوف السمك هي كانت كبيره، ويا رب تكون فهمتوها يا رب يعني. والموتور فانكشن هي صغيره جدا تخلص على طول. انا بس حابه كده ارفع يعني من نفسيتكم واحكي لكم قصه كده بسيطه. يحكى ان الامام الشافعي كان بيحفظ بسرعه جدا، يعني مثلا لما كان يجي يفتح القران كان يغطي الصفحه اللي هو يعني كان بيغطي الصفحه اللي جنب الصفحه اللي بيقرا فيها علشان ما يحفظهاش، وبعد كده اللي يجي يقوم قارئها، فبيقول لك لما كان بيقراها من اول مره كان بيحفظها. تمام. لحد ما فجاه كده الامام الشافعي بقاش يحفظ زي ما كان بيحفظ في الاول، يعني بقاش يحفظ بسرعه زي ما كان بيحفظ، فذهب على طول لمعلمه كان اسمه وكيع. فاما معلمه قال له انت اكيد ارتكبت ذنب سبب لك ان انت ما بقتش تحفظ زي الاول، ففكر وراجع نفسك ايه هو الذنب ده. فمشى الامام الشافعي من عنده وروح البيت، ابتدى ان هو قاعد يفكر كده، قاعد مع نفسه وقاعد يفكر انا عملت ايه الذنب اللي ممكن يخليني ما اقدرش احفظ زي ما كنت بحفظ. وتذكر ان هو مره كان ماشي وراى جزء من قدم امراه دون ان يقصد، يعني ما كانش قاصد، فعرف بقى ان الذنب اللي هو عمله دوت ان هو شاف جزء من قدمها غصب عنه، هو ده السبب في اللي هو ايه مبقاش يحفظ زي ما كان بيحفظ في الاول. فراح بقى لمعلمه اللي هو وكيع وقال له على القصه بتاعت المراه دي، وقال له اه ده هو السبب اللي انت مسبب لك ان انت مبقتش تحفظ زي ما كنت بتحفظ في الاول، وعليك انك تستغفر ربنا وترجع نفسك. فقام قال بقى قصيده جميله جدا انا شخصيا يعني بحبها جدا. الإمام الشافعي بيقول ايه: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يعني هو ذهب شكى الى وكيع سوء حفظه فارشده الى ترك المعاصي، وقال له اخبره بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. مفيش عاصي يؤتى نور الله ويؤتى العلم. فدايما راجع نفسك، دايما لما تبقى حاسس ان انت لا انت في دروب كده حصلت مش عارف تحفظ مش عارف تذاكر، فكر انت ممكن تكون عملت معصيه، فكر انت ممكن تكون اذنبت في حق حد او ارتكبت اي ذنب بدون ان تقصد. فدايما ارجع واستغفر ربنا على طول، ويتذكر قول الامام الشافعي: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. تمام. يلا بقى نخش عشان ما نطولش في الموتور فانكشن اوف ذا ستومك. كان عندي الموتور فانكشن اوف ذا ستومك بيقول لك ان فيسيولوجيكالي الاستومك متقسمه ليه؟ لتوبرز بروكسيمال موتور يونت وديستال موتور يونت. عندك البروكسيمال موتور يونت دول عباره عن الفندس والبادي، والديستال موتور يونت دول عباره عن الانترم والبايلوروس. تمام. طب ايه هي بقى الموتور فانكشن اوف ذا ستومك؟ يعني ايه هي وظيفه المعده الحركيه؟ اول حاجه ان هي مسؤوله ان هي تعمل لك، هنذكرها في SMS. اول حاجه storage food، مسؤوله ان هي ايه؟ بتستقبل الطعام وتخزنه.
تاني حاجه ام اند بروبالشن، ميكسنج اند بروبالشن، ميكسنج ان هي تخلط الطعام بالجاستريك سكريشن، بروبالشن ان هي تدفع الطعام وتنزيل الانتستين. الاس سلو امبيتنج انتو زاديدرم، هي مش بتفضيه بسرعه في الانتستين، لا ده هو بيبقى سلو امبيتنج بتفضيه بالراحه. تمام، وهنعرف ايه الفايده. تعال اول حاجه نتكلم عليها هو ستورج اوف فود. تمام، بيقول لك ان المعده وهي فاضيه يا شباب بيبقى حجمها تقريبا 50 ملي. تمام، المعده وهي امتي فاضيه بيبقى حجمها 50 ملي. تمام، طب لما يجي بقى الاكل ينزل للمعده ودخول الاكل للمعده الانتر اف ذا فود انتو ديدرم او استومك، يبتدي ان هو ايه وصول الاستومك بشدتنا بدرم دوت في الانتستين ماليش دعوه بيه، وصول الاكل للاستومك بتبتدي ان هو انيشيت ريفلكس ريلاكسيشن. يعني ايه ريفلكس ريلاكسيشن؟ بيقول لك ان اصلا لما كان حجمها 50 ملي وهي ام تي، بيقول لك ان اصلا المعده وهي ام تي ما فيهاش اي اكل، بيقول لك انها تبقى تونيكالي كونتراكتد، يعني بتبقى في حاله كونتراكشن بس يعني بسيطه. تمام، فاول لما يبتدي الاكل يوصل ليها تبتدي انها انيشيت ريفلكس ريلاكسيشن، تبتدي انها يحصل لها ريلاكسيشن. لما يحصل لها ريلاكسيشن تزيد الكباسيتي بتاعتها، الكباسيتي بتاعتها كانت 50 مللي، لا تبتدي انها الكباسيتي بتاعتها تزيد وتبتدي انها تبقى اكيموديت تستقبل اب تو يعني من 1 لـ 1.5 لتر. تمام، يعني تخيل هي ما كانت فاضيه كانت 50 مللي، لما وصل الاكل ليها ابتدت ان هي تعمل ايه، تعمل ريفلكس ريلاكسيشن، حصل ليها ريلاكسيشن بحيث تزيد الكباسيتي بتاعتها واكيموديت اب تو 1 لـ 1.5 لتر من الفود. تمام، هي الاول كانت 50 مللي، خد بالكم من مللي، المره دي استقبلت من 1 لـ 1.5 لتر. تمام كده. طيب بيقول لك ان هاويفر ذس از اسوشيتد ويز ليتل انكريز ان انترا جاستريك بريشر، بيقول لك لما هي لما انت بتاكل والمعده بتاعتك تستقبل بقى خلاص من 1.5 لتر من الفود والفلويد، بيقول لك ان دوت بيزود الانترا جاستريك بريشر جواها شويه. تمام كده، لما انت مثلا هي في الاول خالص كانت منكمشه تونيكالي كونتراكتد ويا دوبك كانت 50 مللي، الاكل وصل ابتدى يعمل ايه ريفلكس ريلاكسيشن، حصل لها ريلاكسيشن تستقبل ايه اكل اكتر. تمام، وصول الاكل بقى اللي هو خلاص ده حصل اكيموديشن وخدت من 1.5 لتر، ده هو يزود ايه الانترا جاستريك بريشر فيها شويه. تمام، طب انت لو اكلت اكتر من 1.5، لا يبتدي الانترا جاستريك بريشر يزيد وتحس بالديسكمفورت، تحس بعد من الارتياح، عارف ان انت بتاكل اكل كتير كده تقول ده اكل كوسه ونفسي، هو ده بالظبط اللي بيحصل، الانترا جاستريك بريشر يبتدي ان هو يضغط، بتبتدي انها تحس ايه ان انت اكل كوسه ونفسك كده، تحس بالديسكمفورت وايه وعدم راحه. تمام، فدوت ايه الريسبتيف ريلاكسيشن. تعالى نشوف اصلا الريسبتيف ريلاكسيشن ده حصل ازاي. اول حاجه الستيمولس للريسبتيف ريلاكسيشن هو سوالوينج اند جاستريك ديستنشن، يعني مثلا وانت بتبلع البلع دوت بيزن ان هو يعمل ستيميوليشن للمعده ان هي بيزن ان هو يعمل ستيميوليشن للمعده ان هي ايه تريلاكس. تمام كده، اند جاستريك اند جاستريك ديستنشن لو خلاص الاكل وصول الاكل ليها بيزن ان هو ايه يخليها تعمل ريفلكس ريفلكس ريلاكسيشن، تخليها تعمل ايه ريلاكسيشن. طيب يبقى عندي الاستمرار سوالوينج اند جاستريك ديستنشن، يعني الاكل وكان لسه في بقك اللي هو سوالوينج وصول الاكل للمعده ابتدى هما الاثنين دول يعملوا ايه يخلوها ريلاكس. تمام، الريسبتور دول عباره عن ميكانيكال ريسبتورز ان ذا جاستريك، احنا قلنا اللي بيحس بالديستنشن هو الميكانيكال ريسبتور، فانا عندي ريسبتور ميكانيكال ريسبتورز ان ذا جاستريك، والافرنت برده عباره عن فيجل فيجل افرنت فايبر او فيجاس، والسنتر عباره عن فيجل نيكروس انزيم مضله، والافرنت برده عباره عن فيجل. هنسمي الطريق ده قبل ما نمشي قبل ما نمشي يعني قبل ما نكمل هسمي الطريق ده ايه لونج فاجو فيجل ريفلكس. تمام، يبقى عندي ريسبتيف ريلاكسيشن لونج فاجو فيجل ريفلكس، الاستيمولاس سوالفنج اند جاستريك ديستنشن، تحس بالريسبتورز عباره عن ميكانيكال ريسبتورز ان جاستريك وول، الافرنت عباره عن فيجاس، السنتر عباره عن فيجل نيكروس ام مضله، الافرنت برده عباره عن فيجاس. تمام، ده الافرنت دوت يطلع لك ايه هيبتدي ان هو هو يطلع لك حاجه اسمها انهبيتوري كيميكال ترانسميتر. هو الفيجاس نفس الكلام يا شباب، الفيجاس كانت بترميت على ايه النيرونز بتاعه الانتريك نيرفس سيستم، اي ان اس دوت هو اختصار انتريك نيرفس سيستم، النيرونز دي تطلع لك حاجه اسمها انهبيتوري كيميكال ترانسميتر. الانهبيتوري كيميكال ترانسميتر دوت يروح يعمل انهبيشن للسموس ماسل بتاعه البروكسيمال موتور يونت ويخليها بدل ما هي كانت تونيكالي كونتراكتد يخليها تعمل ريلاكسيشن. تمام، فالايفكت اوف اورجن هو السموس ماسل اوف بروكسيمال موتور يونت وريسبونس ريسبتيف ريلاكسيشن خليها تعمل ريلاكسيشن. تمام يا شباب، يبقى انا عندي الاستيمولس سوالفنج اند جاستريك ديستنشن، تحس بيه ميكانيكال ريسبتور ان ذا الكول تبعت افرنت عباره عن فيجاس والسنتر عباره فيجل نيكروس المضله، الافرنت برده عباره عن فيجاس يترميت على النيرونز بتاعه التريك نيرفس سيستم
تبتدي نروح تطلع انهبيتوري كيميكال ترانسميتر ويحمل الانهبيشن للسموث ماسل اللي موجوده في البروكس في الموتور بدل ما هي كانت في حاله تونيك ريكونتراكتد تخليها تعمل ريلاكسيشن تمام عشان تستقبل كميه اكتر من الاكل خليها تستوعب ايه اكيوموديت من 1 ل 1.5 لتر بدل ما كانت في الاول ايه 50 مللي تمام ولو انت زودت اكتر من 1.5 بتزيد تحس بالايه تزيد الانترجستر جلوش وتحس بالديسكمفورت وسميتها الطريق ده بتاع ريسبتيف ريلاكسيشن ما تنسوش الريسبتيف ريلاكسيشن هي برده ايه لونج فاجو فيجر ريفلكس انا روحت في فيجاس ورجعت في فيجاس تمام طب دلوقتي بعد ما عملنا الاستروج اوف ذا فود هنعمل تاني حاجه عندنا من الموتور فانكشن اوف الصبغ وهي الميكسنج اند بربلشن عشان احنا نعمل ميكس الفود ده مع الجاستريك سيكريشنز وبربلشن اوف فود ان احنا ندفعه من الصبغ من نزيل الانتستين تمام بيقول لك وينز ستومك اسفلت اوف فود لما الميه تبتدي خلاص بالاستومك تبتدي الجاستريك برسالتك ويفز ستارت تبدا برسالتك ويفز كده تبدا عند الميدل اوف ذا بودي تمام طيب ايه اللي بيبدا اللي بيخلي بلاستيك كويفز ده تبتدي الانشيدد باي بيس ميكر اوف ذا ستومك في عندي بيس ميكر موجود في الاستومك زي البيس ميكر الموجود في القلب بالظبط البيس ميكر الموجود في القلب ده بيتحكم في القلب تمام عندي برده البيس ميكر موجود في الاستومك بيتحكم في الاستومك بيخلي بلاستيك كويفز يبدا في الاستومك عند الميدل اوف ذا بودي بمعدل من 3 ل 5 بلاستيك كويف بير مينيت تمام كده طيب البيس ميكر زي بتاعه الاستومك موجوده فين موجوده عند الميدل بورشن اوف ذا كريتال كيرفتشر تمام كده يا شباب تمام يبقى انا دلوقتي عندي ايه انا عندي المعده اتملت بالاكل ده يبتدي ان هو يبدا ايه دوت بيبتدي ان هو يبدا برسالتك ويفز بسادك ويفز بتبدا من فين من عند الميدل اوف ذا بودي ايه اللي بيخليها تبدا ان شوتد باي بيس ميكر بيس ميكر اوف ذا ستومك يبتدي ان هو يخلي بسادك ويفز زي تبدا عند الميدل اوف ذا بودي طب البيس ميكر زي ما موجوده فين موجوده عند الميدل بورشن اوف ذا كريتال كيرفتشر بيبقى بيبقى البسادك ويفز دي بتبقى قريبه من 3 ل 5 بسادك ويف كل منت كل دقيقه تمام طب بسادك ويفز دي تفضل ماشيه ايه الونج الاستومك انا بدا بسادك ويفز كانت بدا من عند الايه ميدل اوف ذا بودي ماشي هتبدا ايه انا كان عندي لو تفتكروا ان كان عندي هنا كان الفندس وكان عندي هنا دوت ايه البادي تنزل تمشي من عند البادي تقدر ماشي 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 تروح التحدي على ايه البلوس والانترم طول ما هي ماشيه كده في الاتجاه ده بتنزل تزيد في الفورس والفيلوسيتي قوتها وسرعتها تزيد تمام كده طول ما هي ماشيه في اتجاه ايه البلوس والانترم وده بيناسب الماسل بتاعه البلوس والانترم لان هي سيك ماسل فلازم ازود السرعه وازود القوه عشان تبتدي ان ايه تضغط عليهم تمام كده تمام يبقى دلوقتي عندي زياد اول سلايد خالص اللي هو بيقول لك ان انت عندك وصول الاكل وصل المعده خلاص واتملى وحصل خلاص حصل اكيوميديشن بدل ان هي عملت ريلاكسيشن يبتدي ان ايه ابدا برسالتك ويفز تمام طيب دلوقتي انت وصلت ايه برسالتك ويفز فضلت مشيت من عند الميدل اوف ذا بودي ووصلت لحد البيلوريكس فينكتر اول بايلوروس وهي مش عماله بزيد في الفورس والفيسيتي تمام طيب بقول لك ان بايلوروس فينجر ده بايلوروس فينجر دوت تونيكا كالي كونتراكتد يعني هو تقريبا في حاله كونتراكشن بس مش هو هو مش كومبليت كلوزد لا هو يعني بارشلي اوبن يعني في حته منه مفتوحه هو اولموست كلوزد يعني تقريبا مقفول بس مش مقفول بالكامل تمام حته القفله اللي فيه ديت هو مش مقفول بالكامل يعني في خرم مثلا تنزل الخرم دوت الاو باسج يسمح بمرور الميه والفلويد تمام كده ووتر اند فلويد ازلي تمام يسمح بمرور الميه والفلويد ازلي بس ان هو مش بيسمح بمرور السكايم يعني القايم بيبقى سك جدا الفتحه بالنسبه له بتاعه البيركس فين كده صغيره ان هو يعدي من خلالها تمام كده الا لما تيجي سترونج انترا برستالتيك كونتراكشن في برستالتيك كونتراكشن تبتدي قويه جدا تقوم زقة البلوكس فينكتر دوت وتقوم معديه ايه القايم تمام تبقى تعدي فيه مليمترز من القايم تمام يونتو ديودرام تمام دلوقتي انا كان عندي شباب ان الازي مثلا ازي المعده تمام كده والبرستالتيك ويف الزيت كانت ماشيه من عند الميدل اوف ذا بودي وفضلت ماشيه اتجاه البيروس والانترم لحد ما وصلت لايه لحد ما وصلت للبلوكس فينكتر تمام تعال نعملها على الرسمه يبقى افضل انا دلوقتي عندي ايه الاكل خلاص اتملى المعده ماشي الاستومك اسفلد ويز فود ده تيزن هو انيشيت ايه برسالتك ويفز ادي ميدل اوف ذا بودي مين اللي انيشيت برسالتك ويفز ديت بيس ميكر موجود ادي ميدل بورشن اوف جلاتر كيرفتشر بيز ان هو يبدا لك برسالتك ويفز معدل من 3 ل 5 برسالتك ويف بير مينت الدنيا تمشي اتجاه ايه اتجاه البروس والانترم وتزيد في الفورس والفيلوسيتي لحد ما توصل للبيركس فينكتر بيقول لك ان البيركس فينكتر دوت بيبقى ايه تونيكالي كونتراكتد تقريبا بيبقى مقفول بس مش كومبليتلي كلوز لا هو في خرم كده مفتوح الخرم دوت يبقى له بس الفلويد والووتر ازلي بس القايم بيبتدي ان هو ايه مش بيعرف يعدي تمام 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 دلوقتي عندك القايم اهوت بيبتدي ان هو جاي عايز يعدي بيبتدي يلاقي ايه البيركس فينكتر دوت لا مش عارف يعدي من خلاله بيبتدي ان هو ايه يرجع تاني تمام بيبتدي ان هو يجي ويرجع تاني تعالى نشوف الصوره ديت اهو بيبتدي ان هو جاي ورجع جاي ورجع جاي هو فيروكس فينكتر ويرجع تاني حته ان هو جاي باك جاي فورورد اند باكورد فورورد اند باكورد فورورد اند باكورد
بروبالشن وريترو بروبالشن، ده بيخلي الفود يميكس ويز الجاستريك سيكريشن، تمام كده؟ ده بيخلي الاكل يختلط بالجاستريك جويس، حته ان هو عمال يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع، عمال بيختلط بالجاستريك سيكريشن، تمام كده؟ تمام. هفضل كده لحد امتى؟ بيقول لك 20% من الوقت اللي هو عمال عمال بيروح ويرجع دوت، بتبتدي ان انا عندي تتولد بريستالتك ويف قويه جدا، تمام؟ بسميها سترونج انترال بريستالتك ويف او سترونج انترال بريستالتك كونتراكشن. تيجي بريستالتك كونتراكشن قويه جدا، تعمل لك ايه؟ تعمل لك رينج لايك كونستراكشن كده، تعمل لك حاجه حلقه كده، تمام؟ الحلقه ديت شايفين الشكل اللي عملته دوت، يعني تعمل لك حلقه، ويزيد هنا الانترا جاستريك بريشر. لما يزيد البريشر هنا يبتدي ان هو يدفع القايم ويعديه من الايه، من البيروك سفنكتر، هيعدي في يوم مليمتر من القايم، تمام؟ وعبال ما السترونج انترا ريسلتك ويف دي توصل للبيروك سفنكتر ده، هتقوم قافله تاني يا شباب. انا دلوقتي انا عندي القايم ما كانش عارف يعدي من البيروك سفنكتر، صح؟ تمام. لحد ما تيجي بريستالتك ويف قويه جدا ديت، بتعادل ست، يعني اقوى 6 مرات من البريستالتك ويف العاديه، تمام؟ تبتدي تعمل ايه؟ تعمل لك رينج جلايك كونتراكشن، تمام؟ وتزود الانترا جاستريك بريشر هنا. الانترا جاستريك بريشر لما يزيد تبتدي ان هو ايه، يقوم زائق القايم ومخرجه من البيروك سفنكتر، تمام؟ هيعدي في يوم مليمترز بس من القايم. وعبال ما تيجي يعني هي عملت رينج اهو، ماشي؟ وعبال ما تمشي تمشي تمشي، عبال ما توصل للبيروك سفنكتر، تقوم تاني ايه، قافلاه. فيبتدي القايم ايه، ما يتعديش قايم اكتر من اللي عدته، خلاص، تمام؟ ويبتدي القايم ايه، نفس الموضوع، ويبتدي القايم مش عارف يعدي، يبتدي يرجع فورورد اند باكورد، فورورد اند باكورد، بروبرشن اند بروبرشن، بروبرشن اند بروبرشن، يبتدي هو ايه، برده يميكس مع الجاستريك سكريشن، تمام كده؟ ديت الميكسنج اند بروبرشن. يعني ما احنا الاثنين قلناهم مع بعض، لان انت بيحصل ميكسنج للفود مع الجاستريك سكريشن في نفس الوقت، انت بتعمل ايه، بروبرشن، بتخرجه للانتستين، تمام كده؟ تمام. تعالى كده نقرا الكلام اللي موجود عندك. معلش يا سامح، احنا قلنا نسينا حاجه اسمها ايه، اسمها بايلوريك بامب. بايلوريك بامب ايه؟ بايلوريك بامب ديت ان انت لما تتولد السترونج انترال سترونج انترال ريسالتك كونتراكشن دي، لما هي بتتولد وتعمل لك رينج لايك كونتراكشن، والرينج لايك كونتراكشن تزود الانترا جاستريك بريشر في المنطقه دي، وتقوم دافع في يوم مليمترز من القايم ثرو بايلوريك سفنكتر، بسمي الحاجه دي على بعضها كده اسمها بايلوريك بامب، تمام كده؟ من اول ما بتتولد السترونج انترا بريستالتك كونتراكشن دي لحد بتخرج في يوم مليمترز، ده بسميها ايه، بايلوريك بامب، تمام كده؟ هي يعني كلمه كده موجوده، يعني تبقى عارف بس ايه معناها، تمام يا شباب؟ يبقى احنا قلنا، انا حابه اقولها لكم على الرسمه احسن من احنا نقراها، يعني وناخد وقت كتير في القراءه، بس هو نفس الكلام يعني. بسم الله. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه، ميكسنج اند بروبالشن، تمام؟ دلوقتي عندي الاكل خلاص وصل المعده، والمعده حصلت فيها ريلاكسيشن عشان تاكيوميديت الفود دوت، تمام؟ وكده ايه، تبدا فيها بريستالتك ويفز. مين اللي يبدا بريستالتك ويفز ديت؟ بيس ميكر اوف ذا ستومك بريزنت ان ذا ميدل بورشن اوف جريتر كيرفتشر، تمام؟ يبتدي ان هو يبدا بريستالتك ويفز، تبدا من فين؟ تبدا من عند الميدل اوف ذا بودي، تمام؟ عندي 6 من 3 ل 5 برسالتك ويف بير مينت، تبدا برسالتك ويف ديت، تبدا ماشيه 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 اتجاه الانترا بايروس، وطول ما هي ماشيه عماله بتزيد ايه، في الفورس والفروسيتي، تمام؟ لان احنا قلنا المصر بتاعه الفيروس والانترا مسك مصر، فلازم تزيد في الفورس والفروسيتي، تمام؟ تمام. طيب لحد ما وصلت، راحت ايه، خبطت في ايه، في بيركوس فينكتر. بيركوس فينكتر، بيركوس فينكتر ده تونيكالي كونتراكتد، يعني هو مقفول الى حد ما، يعني اولموست كلوزد، بس مش مقفول كومبليتلي يعني. فالفتحه دي تقل له بس الجلفلويد والووتر ايزلي، بس السيك مصل مش هيعرف يعدي، تمام؟ الفتحه دي بالنسبه له صغيره جدا، مش هيعرف يعدي الا ايه، الا لما تيجي السترونج انترا بريستالتك كونتراكشن دي، تمام؟ طب هو دلوقتي مش عارف يعدي، فهو عمال بايه، عمال يجي ايه، فورورد اند باكورد، فورورد اند باكورد، بروبرشن اند بروبرشن، بروبرشن اند بروبرشن. البروبرشن والريترو بروبرشن ده بيخليه يميكس ويز الجاستريك سكريشن، تمام كده؟ تمام. لحد 20% من الوقت اللي هو عمال فيه بروبرشن والريترو بروبرشن ده، بيبتدي يتكون فيه برستالتك ويف قويه جدا، بسميها سترونج انترال برستالتك كونتراكشن، ديت اقوى 6 مرات من برستالتك ويف العاديه. تبتدي ان ايه، تعمل ايه، السترونج انترال برستالتك كونتراكشن دي، تعمل لك ايه، رينج لايك كونتراكشن، وتبتدي انها تزود لك اللي هنا الانترا جاستريك بريشر. الانترا جاستريك بريشر ده يزيد، ومن دافع ايه، في يوم ميليمترز من القايم ثرو بايلوريك سفنكتر، تمام؟ وعبال ما تبتدي توصل ال
هي كده عامله رينج لا كونتراكشن هنا في المنطقه دي، عمال بتبتدي توصل لبراكس فينكتر توب ايه توم قافلاه، فخلاص ما فيش قايمه ما يعديش تاني اكتر من كده، وابتدي ان هو يجي تاني ويرجع يجي تاني ويرجع وعامل ميكس وهكذا لحد ما ايه عمال ما تفضي لحد ما تفضي الاكل للديودرم تمام. وما تنساش حاجه اسمها بايلوريك بامب، بايلوريك بامب دي بتبتدي من اول ما بتبتدي يعني بسميها بايلوريك بامب دي اللي هو عباره عن ايه، من اول ما تبتدي اول ما تبتدي تتولد السترونج انترا بروسيبتيك كونتراكشن دي لحد ما بتعمل رينج لا كونتراكشن ويزيد الانتر جاستريك بريشر وتخرج فيه يوريتراز من القايم وتوصل لبركس فين كده توم قافلاه دوت ايه دوت اللي هو بيروك بامب تمام. عندنا الفاكتورز افكتنج جاستريك امبيتنج، احنا خلصنا الاستورج اوف فود واتكلمنا على الميكسنج اند بروبالشن، ما كان نتكلم بقى ايه البروبالشن ده انت خلاص انت عملت امبتي تمام. في فاكتورز بقى بتافكت الجاستريك امبيتنج ده، سواء انت هتفضي بسرعه ولا هتفضي ايه بالراحه. طب ايه الفاكتورز بتاثر على الجاستريك امبيتنج؟ فاكتورز ريليتد تو فود وجاستريك فاكتورز ودينال فاكتورز. وخدوا بالكم لما اجي هشرح الثلاث حاجات دول، الثلاث حاجات دول هم نفسهم اللي كانوا موجودين في الجاستريك فيز والانتستينال فيز تمام. يعني انا هنا هقول نفس الكلام، فاحنا هنقوله ايه هنقوله بسرعه يعني مش هنقول بصراحه هنكروته يعني، بس هنقوله سريعا عشان هو الكلام متكرر. اول حاجه فاكتورز ريليتد تو فود تمام. يعني مثلا الفود انت بتاكل ايه، احنا قلنا بتاكل كربوهيدرات وبروتين وفات وليكويد تمام، تاكل ليكويدز في فلويد انت بتاخدها في الاكل تمام. فالليكويد دوت بيخرج اول حاجه بتخرج من الاستمك وتروح لايه الانتستين، فبيحصل ايه بيحصل له رابيد امبيتنج تمام، وبعد دي الكربوهيدرات وبعد دي البروتين وبعد دي الفات تمام. الموضوع بسيط جدا، يبقى انا عندي الفاكتورز ذات الفود حاجات لها علاقه بالاكل، الليكويدز تعدي بسرعه لا تعدي على طول من الاستومك وتروح للانتستين، وبعديها الكربوهيدرات وبعديها البروتين وبعديها الفات. الفات ده اخر حاجه بتخرج من الاستومك وتروح للانتستين تمام. ده فاكتورز ريت تو فود. تاني حاجه عندك هو ايه، هي الجاستريك فاكتورز تمام. ايه هي الجاستريك فاكتورز؟ وجود الاكل فيه في المعده بيأثر برضو على الجاستريك امبيتنج. ازي بقول لك اهوت ذا جريتر the volume of gastric content the more rapidly will be the rate of emitting. يعني كل ما كان الاكل اللي انت باكله كتير كل ما كان معدل خروجه من الاستمك ويروح الانتستين كل ما كان معدله اسرع تمام. طب ده بيحصل ازاي؟ هيحصل على نفس اللي احنا اتكلمنا عليه بالظبط. احنا لما قلنا ان عندك الفود موجود في الاستمك هيعمل ايه؟ هيبتدي ان هو يضغط ويعمل ديستنشن للاستمك، ديستنشن اوف ذا فود والاستمك، ده يبتدي ان هو ايه ده يعمل ستيميوليشن لميكانيكال ريسبتور تمام. الميكانيكال ريسبتور ميكانيكال اند كيميكال ريسبتور دول ان هم يعملوا استيميوليشن لايه للطريقين بص لونج فاجو فيجر ريفلكس اند ايه شورت لوكال انتريك ريفلكس تمام. الطريقين دول كانوا بينتهوا ان انا كنت بطلع يا اما استالكولين يا اما بطلع ايه جاسترين ريليزنج بوبتايد. انا هتكلم على الجاسترين ريليزنج بوبتايد وكان في الاخر كان بيطلع الجاسترين تمام. الجاسترين دوت ابتدي ان هو بيزود الجاستريك بريستالسيس وبيزود الجاستريك امبيتنج تمام. يبقى انا كان عندي الجاسترين هناك لما كنت بتكلم على الجاستريك فيز كان بيزود ايه، كان بيزود الجاستريك سكريشن. انا عندي هنا عشان بتكلم في موتيليتي فالجاسترين هيزود الجاستريك بريستالسيس موفمنت وبالتالي هيسهل الجاسترينج امبيتنج تمام كده، هيسهل خروج الاكل من الاستومك تمام. دوت الجاستريك فاكتور بسيطه جدا، نفس الكلام اللي احنا قلناه ان انا عايز وجود الاكل في المعده كل ما اكلت اكل كتير كل ما كان معدل تفضيل الاكل للانتستين كل ما كان معدله اسرع. انت بتاكل اكل ده الاكل ده تزن هو يعمل ديستنشن على الاستومك ديستنشن اوف ذا ستومك وسود تزن هو ايه يعمل ستيميليشن للميكانيكال اند كيميكال ريسبتور تزن هو انيشيت بوث لونج فاجو فيجر ريفلكس اند شورت لوكال انتريك ريفلكس. كان هينتهوا بان انا بعمل ستيميليشن للجاسترين جاسترين سكريشن. الجاسترين دوت هيزود الجاستريك بروسيس موفمنت وبالتالي هيسهل ايه هيسهل اكسلريت جاستريك امبيتنج تمام كده تمام. تاني حاجه بقى نتكلم على ايه ديودنال فاكتورز. تعالى كده نشوف الديودنال فاكتورز، احنا نقولها برضو على نفس الرسمه على نفس الرسمه بتاعه الانسانر فيز. لو انتوا تفتكروا الانسانر فيز دلوقتي انا الاكل ايه في برضو مثلا خلاص الاكل وصل الانتستين يا شباب تمام كده، الاكل خلاص وصل الانتستين تبتدي ان الاكل الموجود دوت تبتدي برضو ان هو ايه يعمل ياثر على الاستومك. هناك في الانسانر فيز كان بايه كان بيعمل انهيبيشن للجاستريك سكريشن، هنا برضو هيقلل الجاستريك موتيليتي تمام. يعني انا عندي هو نفس الحاجات، يعني كان عندي هنا موجود في الانتستين ايه كان عندي فات واسيد وهايبرتونستي وديستنشن، دول كانوا ايه يبتدوا عن طريق الزيرو جاستريك ريفلكس والزيرو جاستروز يبتدوا ان هم ايه يعملوا انهيبيشن للبارايتال سيل والشيف سيل وبالتالي بيقلل الجاستريك سكريشن تمام. هنا نفس الكلام، انا عندي الاربع كونتنتس دول
تمام، اللي هم دودنال فاكتورز. دودنال فاكتورز يعني حاجات موجوده في الدودنال وحاجات موجوده في الانتستين تاثر على الجاسترنج امبيتنج. ازاي؟ انا عندي برضو الفات والاسيد والهايبرتونستي، الاربعه دول يبتدوا ان هم يعملوا ستيميوليشن ل الانتيرو جاسترنج ريفلكس اللي هو عباره عن نيبيتوري ريفلكس، يبتدي ان هو يعمل انهيبيشن لايه، هي يعملوا ان هم يعملوا انهيبيشن للسموث ماسل. تمام، يدوا يعمل انهيبيشن للسموث ماسل كونتراكشن، وبالتالي هيقلل الجاسترنج امبيتنج. تمام، اللي هو مكتوب هنا ايه، موتيلتي. تمام، وهم في نفس الوقت برضو الفات والاسيد والهايبرتونستي كانوا بيمشوا في طريق تاني ان هم عن طريق الانتروجسترونز لما بيجوا من الهرمونات، لما بيجوا من الهرمونات دي تروح برضو تعمل انهيبيشن للسموس ماسل كونتراكشن، وبالتالي يقلل الموتيلتي او يقلل ايه الجاستنج امبيتنج. بس المره دي بقى هنا احنا هنفسر كل واحده بتعمل ايه. يعني احنا هناك كنا بنقول ان الاربع فاكتور دول يا اما يمشوا في الطريق دوت اللي هو الانتروجستر ريفلكس، يا اما يمشوا في الطريق الانتروجسترونز. هنا بقى مفسر كل واحده اللي هو ازاي. بيقولك ان الفات بيعمل ستيميوليشن للانسيروجاسترونز، تمام، والديستنشن والهايبر تونستي بيعملوا ستيميوليشن للانسيروجاستريك ريفلكس، والاسيد بيعملوا ستيميوليشن للاثنين، الانسيروجاستريك ريفلكس والانسيروجاسترونز. تمام كده، تمام. يبقى انا عندي هنا، تعالى نعيد بقى الفاكتورز دي تاني عشان احنا قلناها بسرعه بس احنا ما كروتناهاش والله، لان هي نفس الكلام اللي احنا ايه قلناه هناك. قلنا ايه فاكتورز بتاثر على الجاستريك امبيتنج، في عندي 3 فاكتورز، فاكتورز ريليتد تو فود وجاستريك فاكتورز ودودان فاكتورز. فاكتورز ريليتد تو فود، الاكل اللي انت اكلته بيختلف، هل هو هل هو مثلا ليبز ولا هل هو كربوهيدرات ولا هو ليكويدز ولا هو فات، عشان يبتدي ان هو هيخرج بسرعه ولا يخرج بالراحه من السمك يروح للانتستين. الليكويدز هتخرج الاول من السمك تروح للانتستين، وبعديها الكربوهيدرات والبروتين والفات. الفات ده اخر حاجه تخرج من الاستومك وتروح للانتست، تمام، لان هي اصلا بتحتاج وقت كتير جدا في الهضم. تمام، تمام. تاني حاجه عندي جاستريك فاكتورز، ايه؟ ان الاكل موجود في المعده، الاكل موجود في المعده، كل ما كان الاكل كتير كل ما جاد جزجريتا ريزافوليوم اوف جاستريك كونتنت، كل ما كان الجاستريك كونتنت بتاعت اكتر، كل ما انت يعني باكل كميه كبيره، كل دوت ما هيزود ايه سرعه الامبيتنج. ليه بقى؟ لان ما اكلت كميه كبيره تبتدي ان هو ايه يعمل ديستنشن على الاستومك، يبتدي التمدد، يعمل يسبب ان الاستومك تتمدد. تمام، ديستنشن اوف ذا استومك، يبتدي ان هو ستيموليت ميكانيكال اند كيميكال ريسبتور. هنا الديستنشن هيعمل ستيموليشن للميكانيكال بس. تمام، احنا ما ذكرناش هنا بروتين خالص، انا دلوقتي بتكلم على كميه الاكل نفسها، فكميه الاكل هتاثر بس على ايه ان هي تعمل ديستنشن اوف ذا استومك. الديستنشن اوف ذا استومك يعمل ستيموليشن للميكانيكال ريسبتور، الميكانيكال ريسبتور ايه، ما تمشي في يمشي في طريق من الاثنين، او يمشي في الطريقين. هنا يمشي في الطريقين اللي هو بوست لونج فاجو ريفيجر ريفلكس وشورت لوكال انتر ريفلكس. الطريقين دول كان ايه مطلعه، يا اما استالكولين، يا اما ايه جاسترين ريزنج بتايت. الجاسترين ريزنج بتايت كان بينتهي في الاخر ان تطلع لك الجاسترين. هناك كنا بنقول ان الجاسترين بيزود الجاسترك سكريشن، هنا هنقول ان الجاسترين بيزود ايه الجاسترك بروسيس موفمنت، بيزود الجاستريك امبيتنج. تمام، دوت الجاستريك فاكتورز. ثاني حاجه عندك الدودنال فاكتورز، الاكل خلاص وصل للانتستين. تمام، يبتدي ان هو انا عندي الفات والاسيد والهايبرتونست والديستنشن، خلاص دلوقتي دول حاجات موجوده في الانتستين، يبتدي ان هم ياثروا برضو ايه، ياثروا على الاستومك ويخلوها تفضي بالراحه، يعملوا سلو امبيتنج، يقللوا الموتوريزي بتاعتها، يعني ان هم يقللوا البرسالتس ويفز او برسالتك موفمنت. تمام، ازاي بقى؟ ان الفات هيبتدي ان هو يمشي في طريق ان هو يعمل استيميوليشن للانسيروجاسترونز، مجموعه من اللي هو مجموعه الهرمونات دول، مجموعه الهرمونات تبتدي ان هو تعمل ايه انهبيشن للسموس ماسل كونتراكشن، وبالتالي السلو بالتالي تقلل الامبيتنج، وبالتالي عندي ايه تقلل الامبيتي وتقلل الموتيليتي. تمام، بتاعه الاستومك والديستنشن والهايبر تونستي، تبتدي ان هم يمشوا يعملوا ستيميوليشن للانسيروجاستريك ريفلكس، والانسيروجاستريك ريفلكس يبتدي ان هو يعمل ده عباره عن انيبيتور ريفلكس، يعمل انيبيشن للسموث ماسل كونتراكشن، وبالتالي يقلل البرسالتك ويفز ويقلل ايه الجاسترنج امبيتنج. تمام، اما الاسيد هو الاسيداسي بتمشي في الطريقين، تعمل ستيميوليشن للانسيروجاستريك ريفلكس عباره عن انيبيتور ريفلكس، وتعمل ستيميوليشن برضه للانسيروجاستروز، والاثنين يبتدي ان هو يعمل انيبيشن للسموث ماسل كونتراكشن، وبالتالي بيقلل البرسالتك ويفز، وبالتالي بيقلل ايه تبقى الدنيا عندك سلو امبيتنج. تمام، تمام. طبعا انت زهقت وهتمشي وتجري، بس انا والله احلف لك ان احنا خلاص خلصنا، فاضل لنا الفوميتنج بس، والفوميتنج مش هياخد اي حاجه. بسم الله. الفوميتنج ده عباره عن ايه؟ الفوميتنج ان انت خلاص انت بتخرج الجاستر كونتاكتس، الاكل الموجود في معدتك بتخرجه بره، تمام، عن طريق الماوس. ده عباره عن فورس اكسبالشن اوف جاستر كونتاكتس اوت ثرو ذا ماوس، ان انت بتخرج الجاستر كونتاكتس بره عن طريق الماوس. تمام، طيب الفوميتنج سنتر دوت، مركز الفوميتنج سنتر ده موجود فين؟ موجود في المضله. تمام، يبقى عندي الفوميتنج سنتر موجود في المضله. في عندي كمان حاجه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون، دي اريا كده
تمام قريبه من الفوبيتك سنتر. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي الفوبيتك سنتر ده موجود في المظله، جنبيه حاجه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. تمام كده، تمام. تعال نشوف ايه هي الكوزز انه تايب اوف فوميتنج. هي الكوز والتايب هو نفس الحاجه، يعني مثلا انا عندي الكوز والتايب، مثلا لو الكوز كان ريفلكس كوزز تعمل لي ريفلكس فوميتنج، يبقى النوع الفوميتنج ريفلكس فوميتنج. تمام، طب لو الكوزز كانت سنترال كوزز تعمل لك سنترال فوميتنج. تمام. تعالى اول حاجه هنتكلم على اللي هو الايه، الريفلكس فوميتنج. الاسباب بتاعه الريفلكس فوميتنج ريفلكس كوزز، هم ايه الريفلكس كوزز ديت؟ ميكانيكال ستيميليشن اوف ذا بوستيرور اوف ذا تانج اند او فارينكس. يعني ايه بقى ميكانيكال ستيميليشن؟ عارف انت لما تحط صباعك كده في صورك من ورا خالص دوت، ده بيخليك ان انت تفوميت يعني. تمام، يبقى عندي الريفلكس فوميتنج نتيجه الريفلكس كوزز، او الريفلكس كوز ان انت تعمل ميكانيكال ستيميليشن للبوستيرور اوف ذا تانج اند او فارينكس. تمام، تاني حاجه اريتيشن اوف جاستريك ميكوزا، مثلا انت عندك ان انت اصلا معدتك مش مرتاحه، معدتك هايجه كده وانت ايه مش قاعد مرتاح، فبتبتدي ان هو ايه تبتدي انت تفوميت. تمام، تاني حاجه السنر اوبستراكشن اور اريتيشن. السنر اوبستراكشن ايه؟ انت مثلا عندك المعده بتاعتك مقفوله، انت عندك البروكس فينكتر، حصل مثلا ديزيز او حصل حصوه او اي حاجه تبدا قفلتك الايه البروكس فينكتر ده، فالاكل مش عارف يعدي يروح للانتستين، مش عارف يمشي في مساره الطبيعي، هيفضل واقف في الاستومك كده مش عارف يروح فين، لا يبتدي ان هو يطلع فوق على الماوس بتاعك، بس ان هو ايه يخرج بصوره ايه فوميتس. تمام، انت تفوميتنج، وده اصلا بيستخدموها مثلا الناس اللي بتفوميت كتير جدا، يعني بيستنتجوا كده ان هو ممكن يكون عنده انتستينال اوبستراكشن. تمام، طيب رابع سبب هو الموشنال سيكنس، اللي هو مثلا الناس اللي بتركب سفينه، بتركب عربيه، بتركب اي حاجه، دي الناس ديت بيبقى عندها موشن سيكنس، بتدوخ يعني وبتسيب انها ايه ترجع. تمام، يبقى عندي ريفلكس فوميتنج ده بيحصل نتيجه ريفلكس ايه كوزز، او ريفلكس كوزز اللي تعمل ميكانيكال ستيميشن اوف ذا بوستيرور اوف ذا تانج اند او فارنكس، انت بتحط صباعك في بقك. تاني حاجه اريتيشن اوف ذا جاستريك ميكوزا وانسر اوبستراكشن. تمام، ورابع حاجه هو الموشن سيكنس، دول كلهم عباره عن ريفلكس كوزز تبتدي هم يعمل لك ايه ريفلكس فوميتنج. تمام، طيب الاستيمولاي ديت سيس ستيمولاي انشيت سيجنال ذات اور ديسشارج في افرنت نيرف توزا فوميتنج سنتر ريزلتنج ان فوميتنج. الحاجات ديت يا شباب اللي هو الاربع حاجات اللي احنا قلناها، مثلا انت عملت ميكانيكال ستيميليشن او عملت يعني في عندك انسنال اوبستراكشن او عندك اريتيشن او عندك موشن سيكنس، الاربع حاجات دول الاستيمولاي دي يعني دول كلهم عباره عن استيمولاي، يبتدي ان هم ايه يبعتوا سيجنالز، السيجنالز دي تروح عن طريق افرنت للفوميتنج سنتر وتعمل ستيميليشن للفوميتنج سنتر ريزلتنج ان فوميتنج، وبالتالي انت ايه تفوميت. تمام كده، يبقى عندي الاستيمولاي ديت انيشيت سيجنالز، السيجنال ديت تروح عن طريق افرنت للفوميتنج سنتر، وما يروحوا لما تروح الافرنت بتاع الفوميتنج سنتر يبتدي ان هو يعمل ستيميليشن ريزلتنج ان فوميتنج. تمام، بالتالي انت ايه ترجع. تاني حاجه عندك سنترال فوميتنج ده بيحصل نتيجه ايه سنترال كوزز. ايه هي سنترال كوزز بقى؟ ممكن تكون دراجز زي الامورفين او اسيدوزس او early pregnancy. تمام، يبقى عندي ثلاث حاجات دول central causes، drug زي الامورفين واسيدوزس وearly pregnancy. تمام، central causes دي تسبب لك central vomiting. تمام، بس الاختلاف بقى هنا في ان هما ازاي يعملوا stimulation vomiting center. هناك ال reflex causes دول كانوا بيبعثوا signals عن طريق افرنت يروح للفوميتنج سنتر ذات نفسه اللي موجود في المظله ويعملوا ستيميليشن وبالتالي ايه تفوميت. تمام، لا المره دي بقى هنا الفاكتورز ديت هتعمل ايه، هتعمل مش هتعمل ستيميليشن للفوميتنج سنتر دايركتلي مره على طول، لا ده تعمل ستيميليشن للفاكرين الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي كانت موجوده جنب الفوميتنج سنتر، هتبتدي ان هي الفاكتورز تعمل ستيميليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون دي، والكيمو ريسبتور تريجر زون هي اللي تعمل ستيميليشن للفوميتنج سنتر. تمام كده، وبعد كده الواحد ايه يفوميت. تمام، يبقى انا عندي ريفلكس كوزز وي سنترال كوزز. الريفلكس كوزز كانوا اربع كوزز اللي هو ميكانيكال ستيميليشن وذا بوستيرور تانج اند اور فارينكس والجاستريك انسنال اوبستراكشن وجاستريك اريتيشن وموشن سيكنس، دول كانوا يبتدوا يعملوا سيجنالز، سيجنالز تروح عن طريق افرنت للفوميتنج سنتر تعمل ستيميليشن ايه وفوميت. اما السنترال كوزز دول عباره عن دراجز زي الامورفين والاسيدوزس وايرلي بريجنسي، دول يبقى ما يروحوش للفوميتنج سنتر على طول، لا دول يروحوا للكيمو ريسبتور تريجر زون يعملوا ستيميليشن، والكيمو ريسبتور تريجر زون هي اللي بقى اللي تعمل ستيميليشن للايه للفوميتنج سنتر ان ذا مدل. تمام، طيب ازاي بقى ميكانيزم اوف فوميتنج، ازاي الواحد بيفوميت؟ قبل انت اصلا بتفوميت بيبقى انت عندك ايه
بيبقى عندك احساس ان انت عايز ترجع نوزيه، تمام؟ انت انك ترجع اسمها فوميتنج، احساس انك ترجع اسمها نوزيه، تمام؟ انت بقى عندك نوزيه وعندك سلايفيشن وعندك سويتنج، تبقى بتبقى عرقان وبتبتدي ان انت ايه يبقى عندك سلايفيشن، انت بتخرج سلايفه كتير من بقك، تمام؟ ودي من حكمه ربنا السلايفيشن ديت، لان انت انت هتفوميت، يعني انت هتخرج جاستريك كونتنتس من معدتك. الجاستريك كونتنتس ديت ايه؟ اختلطت بجاستريك جويس اللي هو اتش سي ال. اتش سي ال دوت حاجه هايلي اسيدك، وده زي ما انت خدته في محاضره السلايفيشن او سليفري جلانس، ان السلايفه بتبقى ايه؟ بتبقى الكالاين، فدوت بيخلي الميتز في بقك الكالاين، بحيث لما يخرج اسيدك اتش سي ال هايلي اسيدك لبقك ما يبقى ما ياثرش على بقك ويعملك مثلا فيها قرح او اي حاجه، لا يبقى الميتز في بقك الكالاين علشان ما ياثرش عليك الاتش سي ال ده، تمام؟ يبقى انا عندي البفور قبل ما انت بترجع بتبتدي انت حاسس بنوزيه وسلايفيشن وسبيتنج وبتعرق، تمام؟ طب ديورنج وانت بترجع بقى بتبتدي يحصل ايه؟ بيحصل ديب انسبيريشن، بتاخد نفس كبير، تمام كده؟ لما انت بتاخد نفس كبير، خد معايا كده نفس كبير، النفس الكبير دوت بيكوز الدايفرام ان هو يموف داون، ينزل لتحت، تمام كده؟ يبقى انا عندي ديب انسبيريشن كوز دايفرام تو موف داون، تمام. تاني حاجه بيحصل ايه؟ بيحصل كروجن اوف ذا ايبيجلوتس اند اليفيشن اوف سوفت بلد، تمام. انا عندي اول حاجه خدت ديب انسبيريشن، تاني حاجه بيحصل كروجن اوف جلوتس اند اليفيشن اوف سوفت بلد، تالت حاجة لما انت عملت كلوجر ليه؟ ثواني، لما انت عملت كلوجر للابجلوتس والليفيشن لسوفت بلت دوت مع الابنية، ان انت توقف النفس خالص، دول بيمنعوا الفوميتس ان هو يخش التراكيه والنزله الكبدي، تمام؟ انا اصلا يعني وانت بترجع انا عايزه اقفل المسار بتاع التراكيه والنزله الكبدي اللي هو اللارنكس، بحيث ان الفوميتس ما يخشش في التراكيه او يخش في النزله الكبدي، وبالتالي انت بقى ايه هتموت خلاص. طب اعمل ايه؟ هعمل ابنيه، هتوقف النفس وتقوم تعمل كلوجر اوف ابيجلوتس واليفيشن اوف سوفت بلد، الحاجتين دول الابنيه وكلوجر اوف ابيجلوتس واليفيشن اوف سوفت بلد يبتدوا ان هم يمنعوا الفوميتس ان هو يخش التراكيه والنزله الكبدي، تمام كده؟ تمام. تاني حاجه عندك ذا بودي اوف ذا ستومك اند كاردياك سفنكتر ريلاكس كومبليتلي، الاستومك بتاعتك والكاردياك سفنكتر يبتدوا ان هم ايه يريلاكس خالص، تمام. اما البيلوريك سفنكتر بيبتدي ان هو يكونتراكت. تعال نشوف كده، انا عندي المعده، عندي هنا في هنا بيبقى في المعده، في عندي هنا كارديك سفنكتر، تمام كده؟ المعده وكارديك سفنكتر دول بيريلاكس، تمام. اما البيلوريك سفنكتر لا بيكونتراكت. ليه؟ هو اصلا لازم يكونتراكت، لان انت لو هو مفتوح هيبتدي ان الاكل هنا يبتدي ان هو يخش ويروح للانتستين، لا انا عايزه اقفله لان انا الاكل هيطلع فوق هيطلع فوق ويخرج ايه عن طريق الماوس، فلازم افتح له مسار، فانا عملت ريلاكسيشن للايه للكارديك سفنكتر، تمام يا شباب؟ تمام. وايل ذا بايلوريك سفنكتر كونتراكتس، تمام. خامس حاجه ذا ابدومينال ماسل كونتراكت، العضلات المعده بقى تبتدي ان هي ايه تكونتراكت، طبيعي جدا انا عايزه اخرج الكونتنتس واطلعها فوق للماوس، تمام، عشان الفوميتنج، هبتدي نعمل كونتراكشن لايه الابدومينال ماسل مع الموفمنت اوف دايفرام داونورد اللي انت كنت عاملها. انا عملت ديب انسبيريشن، ديب انسبيريشن ده كان ايه؟ كان محرك لك الدايفرام داونورد، تحريك الدايفرام داونورد والكونتراكشن اوف ابدومينال ماسل، الحاجات دي تكوز انكريز انترا ابدومينال بريشر، هتزود الضغط جوه الاستومك، تمام كده؟ ذا ريزد انترا ابدومينال بريشر، زياده الضغط جوه الاستومك ده بتدي ان هو سكويز ذا استومك، يبتدي ان هو ايه يعصر لك الاستومك، تمام؟ لما يعصرها لك يليد ذو ايه ايجكشن اوف اتس كونتنت ان ذا اوسوفاجس ذن تو اوت وورد ثرو ذا ماوس، يبتدي ان هو يخرج لك الكونتنت، عصرها لك عصرك الاستومك، يبتدي ان هو يخرج الكونتنت اللي موجوده الجسر كونتنت، وبتدي ان هو يوديها لك الاوسوفاجس، ومن الاوسوفاجس على الماوس، ومن الماوس لايه لبره بقى خلاص، تمام كده؟ تاني هنقولها على رسمه ازاي بيحصل ميكانيزم اوف فوميتنج. اول حاجه انت بتاخد ايه؟ بتاخد ديب انسبيريشن، بتاخد نفس عميق. الديب انسبيريشن دوت بيكوز الدافرام موف داون، تمام، بينزل تحت كده. تاني حاجه انا عايزه احمي التراكيه والنزله الكبدي ان الفوميتس ما يخشش فيهم، هعمل ايه؟ هعمل حاجتين، هعمل ابنيه وهعمل كلوجر اوف اوبيكلوتس اند اليفيشن اوف سوفت بلت. الكلوجر اوف اوبيكلوتس واليفيشن اوف سوفت بلت والابنيه دول بريفنت الفوميتس تو انتر انتو تراكيه اند نزله كبدي، هيمنعوا ان دخول الفوميتس للتراكيه والنزله الكبدي، تمام كده؟ تمام. تالت حاجه هعمل ريلاكسيشن
للاستومك، ريلاكسيشن للبادي اوف استومك اند كارديك سفنكتر، وايل البيروك سفنكتر از كونتراكتد. تمام، وعرفنا ليه، عشان الاكل ما يمشيش ويخش للانتستين. تمام، بعد كده تاني حاجه عندنا ان احنا المصل الابدومينال مصل، تمام، الابدومينال مصل دي تزنت ايه، تكونتراكت. تمام، ابدومينال مصل تكونتراكت مع الدايفرام اللي انت اوريدي كنت عامله موف داون، يبتدوا ان هم يزودوا الانترا ابدومينال بريشر. تمام، انكريز الانترا ابدومينال بريشر، يبتدي ان هو يسكويز المصل، يعصر سكويز الاستومك، يعصر الاستومك، ويبتدي ان هو ياخد الكونتنتس اللي موجوده فيها وياخدها اوتورد للاسوفاجس، يعني يخرجها بره خرجها بره خالص عن طريق الماوس، بحيث ان هو يمشي في الاسوفاجس الاول، بعد كده الماوس، وبعد كده ايه، يخرج بره. تمام كده، ده اللي بيحصل ديورنج ايه، ديورنج الفوميتنج. تمام. طيب بعد انت ما بت ايه، بعد ما بتفومت ايه اللي بيحصل، بيحصل لك ديهايدريشن، جفاف، لان انت خلاص انت اصلا انت بتفومت، بتخرج برضو كميه فلويد بره. تمام، بتخرج، يعني انت مش بتخرج اكل بس، لا انت بتخرج برضو فلويدز، فبيحصل ايه، ديهايدريشن ولوس اوف الكترولايتس، انت بتخرج او بتفقد كمان الكترولايتس، و بتخش في الكالوزس. تمام كده، انت عندك، انت لما حصل لك فوميتنج خرجت ايه، خرجت الجاستريك سكريشن اللي كانت ايه، اللي كانت حاجه كانت اسيدك، لما انت خرجتهم دخلت بعدها بقى في الكالوزس. تمام كده، يبقى انا عندي بعد الفوميتنج يبقى حصل لك 3 حاجات، هيدريشن، جفاف، لوس اوف الكترولايتس، اند الكالوزس. تمام كده يا شباب، تمام اهو بيقول لك هنا اهوت ان انت عند الكالوزس ديو تو لوس اوف اتش اس ال، بيحصل لك الكالوزس عشان انت فقدت الاتش اس ال في الفومتنج. تمام، طيب احنا كده خلصنا الفومتنج، في بقى كلمتين كده ما همش اصلا اي لازمه. هو بيقول لك ايه، داجست فانكشن اوف ذا ستومك، داجست فانكشن اوف ذا ستومك، بيقول لك ان عندي ميكانيكال وكيميكال. ميكانيكال باي ميكسينج فود ان تشينجينج ان تو كايم، يعني عندي الداجست فانكشن اوف ذا ستومك، ايه هي وظيفه المعده الهضميه، ان هي طبعا ميكانيكال ان هي بتعمل ميكس للفود مع الجاستريك سكريشن بتحوله كايم. تمام، دي حاجه ميكانيكال. طب في حاجه كيميكال، ان هي ثرو ديجستيف انزايمز، انها بتطلع ديجستيف انزايمز عشان تهضم الفات والكربوهيدرات والبروتين. تمام، فدراسة عندي ديجستيف فانكشن اوف ستومك، المعده وظيفتها الهضميه بتمثل في ايه، في ميكانيكال وكيميكال. ميكانيكال انها بتميكس الفود مع الجاستريك سكريشنز وتحوله لقيم، وكيميكال ان هي تطلع لك ديجستيف انزيمز عشان تهضم بقى الفود دوت اللي هو الفات والكربوهيدرات والبروتين وتحولهم ايه، لقيم. تمام، تاني حاجه عندك ديجستيشن اوف كربوهيدرات، ازاي بيحصل ديجستيشن اوف الكربوهيدرات، عن طريق ذا اكشن اوف سليفري اميليز كونتينوس ان ذا ستومك تيل ات بيكم inactivated by gastric acid secretion. انتوا لو خدتوا برضو في السليفري جلاند في المحاضره الثانيه تقريبا، ان انت كان عندك الكربوهيدرات في الفم بيشتغل عليها سليفري اميليز انزيم. تمام، السليفري اميليز انزيم ده بيفضل شغال حتى بعد ما الاكل يوصل للاستومك. تمام كده، يعني هو في سليفري اميليز انزيم موجود في الاستومك، تمام، بس بيحصل له inactivation او بتبتدي ان الاستومك تطلع لك جاستريك سكريشن. تمام كده، تقول له خلاص بقى انا ايه، هطلع جاستريك سكريشن اوف، انت انا مش عايزاك. تمام، يبقى انا عندي ديجستيشن اوف كربوهيدرات، بيحصل بايه، بيحصل عن طريق سيرفر اميليز انزيم، بيفضل مستمر حتى بعد دخوله، بعد دخول الاكل وصوله يعني للمعده. تمام، لان هي برده المعده فيها ايه، سيرفر اميليز انزيم، بس اول ما بتنزل المعده تطلع جاستريك سكريشن بيحصل انكتيفيشن للسيرفر اميليز انزيم ده، وتنزل جاستريك سكريشن هي ايه اللي تشتغل على الكربوهيدرات وكل بقى الاكل. ديجستيشن اوف فات ان ذا ستومك، ايه اللي بيعمل ديجستيشن للفات، لينجوال لايبيز swallowed with saliva continuous its action in the stomach leading to digestion of less than 10% of ingested fat. اللي هو ايه يعني، دلوقتي انت كان عندك برضو ايه، lingual lipase في الصليفة. تمام، عندك lingual lipase كان ايه، ده كان بيعمل على هضم الفات، وانت بتبلع الاكل للاستومك، lingual lipase دوت بينزل مع الصليفة ويكمل الاكشن بتاعه في الاستومك. تمام كده، ده بيؤدي ان انت بتهضم 10% من الانجستد فات، يعني انت ايه، الفات اللي انت هيحصله دايجيشن دوت. تمام، اللينجوال لايبيز دوت ساعد في الانشاب بتاعه بنسبه 10% او اقل من 10%. تمام، يبقى انا عندي دايجيشن اوف الفات عن طريق لينجوال لايبيز، اللينجوال لايبيز بينزل مع السلايفا ويكمل اكشن بتاعه في الاستومك، بحيث ان هو بيعمل دايجيشن لاقل من 10% من الفات اللي انا عايزه ايه، اهضمه. تمام، طيب دايجيشن اوف بروتين، البروتين بيحصل دايجيشن عن طريق ايه، عن طريق البيبسين. تمام كده، عن طريق بيبسين انزيم الموجود في الاستومك،
بيحولوا لايه؟ احنا قلنا بيبقى الكومبليت دايجيشن بيحول البولو بتاعي زوي ببتونز بروفايدنج اونلي من 10 ل 30% اوف توتال بروتين دايجيشن. تمام. البيبسين دوت بيهدم البروتين بنسبه من 10 ل 30% بس، تمام، مش بيعملوا كومبليت دايجيشن. احنا قلنا ايه؟ انكومبليت دايجيشن. تمام. تمام. تاني حاجه عندك الابزوربت فانكشن، ابزوربت فانكشن اوف ستومك، ان الايه المعده بتمتص الاكل. احنا قلنا المعده اصلا ايه ما بتمتصش الاكل، لان الامتصاص ده بيبقى عايز ايه لارج سيرفيس اريا، سيرفيس اريا قويه جدا كبيره جدا عشان تبتدي انها تمتص. كل ما زادت السيرفيس اريا كل ما زاد معدل الامتصاص. فبيقول لك ان السمك هاز بور ابزوربت فانكشن، ملهاش وظيفه امتصاصيه عاليه. ليه بقى؟ لان هي ما فيهاش فيلاي اند بريسز اوف تايت جانكشن lack of fillet and presence of tight junction between abscesses it can absorb only small amounts of high lipid soluble substances as alcohol some drugs as aspirin. تمام. يبقى انا عندي اصلا ان يعني هي مش بتعرف ليه تعمل absorption كويس للاكل، لان هي مش بتحتوي على fillet. تمام. ولا بتحتوي على tight junction between cells. احنا مثلا عندك الفلايت وعامله كده شباب، تمام، فده بيزود من ايه؟ بيزود من السيرفس اريا، وبالتالي بيساعد على الابزوربشن. هي ما فيهاش بقى الفلاي دي، وما فيهاش تايت جانكشن بتوين ابسلسل مثلا، برضو تايت جانكشن ديت برضو ان هي ايه بزود السيرفس اريا فبتساعد على الامتصاص. فالاستمك ما فيهاش برضو ايه تايت جانكشن بتوين ابسلسل. يبقى انا عندي اللي هي ليها ليه بور ابزوربت فانكشن ليك اوف فلاي اند تايت جانكشن بتوين ابسلسل، وبالتالي هي بتمتصش كويس، بس هي بتقول لك امزورب سمول اماونت من هاي ليبيد سولابل سبستانسز، بتعمل على امتصاص بعض الحاجات اللي بسيطه جدا زي الكحول والدراجز زي الايه زي الاسبرين. تمام. تمام. ودلوقتي كده احنا الحمد لله يعني خلصنا المحاضره. هي ممكن تكون كانت طويله شويه بس والله هي بسيطه جدا. واتمنى يا رب ان انتوا تكونوا فهمتوا. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وبرده يا ريت تقراوا الدعاء دوت عشان ربنا ان شاء الله يعني يلهمكم الفهم بعد المحاضره ديت، وانتوا ما تنسوش الكلام اللي احنا قلناه. و ثانك يو.